شكرا للكابتن هيثم السعيد، شكرا لضيفتيه محللتين الكريمتين كابتن انجي شامي كابتن ندى ايمن. اذا هي القمه، مباراه القمه والحسم للقب بكاس والذهب نهائي كاس مصر للكره الطائره للسيدات موسم 2020 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان، عشاق ومحبي الكره الطائره المصريه، نجدد التحيه. لقاء يتجدد معكم في مباراه القمه والحسم للقب كاس مصر للكره الطائره سيدات موسم 2020 2021، والبحث جاري عن الاستمراريه في النتائج الايجابيه والالقاب والارقام والتحطيم للالقاب والارقام من كبير الكره الطائره المصريه وكبير الكره الطائره الافريقيه والعربيه واحد كبراء الكره الطائره العالميه بالارقام والانجازات والجماهيريه، النصر الاحمر النادي الاهلي اللي النهارده في مواجهه امام نادي الصيد القاهري في مواجهه مكرره من الجوله رقم 22 من ختام الدوري الممتاز في هذا الموسم، واللي كان تفوق فيها طبعا النادي الاهلي 3-1 و3-0 كمان في الدور الاول. اذا هي الهيمنه والسيطره للنادي الاهلي في مشوار الدوري وكمان الكاس. والكاس بنقول لكل الناس في كل رياضه الا انه لاهل الصفوه، وكمان النادي الاهلي هو اهل للحصول على اللقب بالكاس والذهب في هذا اليوم امام الصيد القاهري في مواجهه كبيره وتقيله ما نستسهلهاش، بس نكسب باذن الله 3-0 في هذه المباراه ونتوج في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي وصل لصاله نادي الشرقيه للدخان هنا بالجيزه لحضور هذه المباراه النهائيه، والعديد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي للدعم والمسانده وكالعاده للحصول على لقب جديد والاستمراريه في الارقام والالقاب والتحطيم مع الكابتن حمدي الصافي والجهاز الفني للنادي الاهلي في هذه الفترة المستمرة منذ عام 2014-2015 وحتى الآن، وأرقام وألقاب حدث ولا حرج. الأهلي الصيد، هنشوف الفكر والشغل التكتيكي المعمول به على أرض الملعب فيما بين الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الأهلي، قلنا منذ موسم 2014-2015 مع الفريق ومستمر في الألقاب والأرقام، بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي وما قبل الماضي والأرقام كلها للنادي الأهلي، وبطل الكأس في الموسم الماضي طبعا النادي الأهلي اللي بيبحث عن تكرار انجاز الفوز على الصيد في نفس الصاله اللي حقق من خلالها لقب الموسم الماضي 2019-2020، يبحث عن تكرار السيناريو امام الصيد القاهري في موسم 2020-2021. النهارده الليله احتفاليه كبيره زي ما احتفلنا، وكنت معاكم انا محمد عفيفي وفريق عمل شاشه الاهلي للاحتفال بالنادي الاهلي على مستوى الرجال بلقب العاده لقب الدوري على حساب نادي الزمالك في مباراه الاربعاء الماضي لو تفتكروا، لما تفوق على نادي الزمالك 3-0 في صالة المقاولون العرب واتى باللقب والدرع والذهب. اليوم لقب جديد هنكون معاكم باذن الله، واحتفاليه كبيره لبنات النادي الاهلي بطلات الذهب، والبحث جاري عن لقب اليوم. مواجهه على الخطوط فيما بين الكابتن حمدي الصافي الكابتن احمد فتحي، وافكار كبيره من على الخطوط وافكار كتيره هتكون موجوده بترجمه فوريه على ارض الملعب من لاعبات النادي الاهلي في وجود اي حمدي الشامي و ندى وليد الليبرو المتألقة في الفترة الأخيرة، مروة مجدي وناتاليا فرنانديز البرازيلية، مريم متولي، نهلة سامح عبد القادر الكابتن والقائد، شروق محمد فؤاد، مايا ممدوح، سارة أمين، فريدة العسقلاني، نرمين المنشاوي، ومي غزال، ملك مرجان، سلمى سعد، فريدة الحناوي، وسهيلة وفي طبعا القصة اللي بتدعم إلى جوار وجود طبعا شروق فؤاد كبصير كموزع كمعد كمايسترو للنادي الاهلي. على جانب الاخر ليلى عماد وهدير يسري وسام عماد وهناء علاء ومريم مصطفى المعاره من النادي الاهلي الليبرو في التشكيله للصيد، رانا عبد الحليم ونادين زعتر وزينه العلمي وحبيبه زعتر ونهى عادل، سلمى صالح، ندى مرجان، حبيبه طارق، ندى حمدي، داليا المرشدي، ايا النادي، كل دول لاعبات الصيد والسكواد في هذه المباراه النهائيه والمنتظره في ظل انه الصيد جاي من فوز كبير وتقيل على نادي الزمالك في معقله في 100 عقبه بنتيجه 3-0 من اشواط علشان يواجه النادي الاهلي اللي تفوق برضو على ملعب سبورتنج على سبورتنج في الاسكندريه، ومباراه تابعناها بالتاكيد على شاشه الاهلي مباشره وحصريا بنتيجه طبعا 3-0 علشان يكمل الصوره الثنائي كافضل فريقين في هذا الموسم. وبالمناسبه انه الصيد كان تاني الدوري بايدي لاعبات النادي الاهلي في اخر جوله لما تفوق النادي الاهلي 3-1، ومن ثم لو كان الصيد جاب شوط كمان وخسر 2-3 امام النادي الاهلي في اخر جوله من جولات الدوري في مرحله التتويج كان ممكن يبقى المركز الثاني، لكن الاهلي لعب بالفير بلاي وفاز ونجح في الحصول على المركز الاول، وكده كده كان فايز باللقب من بدري، ولكن اعطى الزمالك المركز الثاني وبنفس عدد النقاط نادي
صيد كان في المركز الثالث وبنفس عدد الانتصارات لكن اقل فيها نقاط نادي سبورتنج كان في المركز الرابع. بدايه اللقاء والدوران مع ليلى عماد، بصير نادي الصيد هتكون على الارسال، بيحط البصير في بدايه الدوران الكابتن احمد فتحي علشان يضمن ثلاث ضربات على الشبكه في هذه اللحظات. انطلاق المباراه، ارسال فلوتر استقبل نهله سامح، اعداد شروق، الضرب ناتاليا فرنانديز وتخلص اولى نقاط المباراه. هنا ظهور بفعاليه وبايجابيه لناتاليا فرنانديز البرازيليه، ما كانتش في حالتها في مباراه سبورتنج في اول الاشواط، خدت مكانها ساره امين وادت اللي عليها وزياده بالتهام لسبورتنج، واليوم ان شاء الله ننتظر التهام جديد للصيد في نهائي كاس مصر. على الارسال مع دوران اول ارسالات النادي الاهلي بعد اول النقاط، شروق محمد فؤاد استقبال امامنا، اعداد بجر محاوله للاسقاط بذكاء، لعبتها بذكاء هنا امامنا ايه النادي برضو محترفه في جامعه كانساس بالولايات المتحده الامريكيه وفي فتره الراحه زيها زي سهيلة وفي النادي الاهلي، موجودين في مصر يقدموا اللي عليهم لانديتهم. ايه النادي تحط اولى نقاط من الاوبوزيت بالاسقاط اللي كان فعال، ضرب ايه موجوده في اربعه مع دوران لعبه الاوبوزيت في تشكيله النادي الاهلي، تترد الكوره سكند شانس للنادي الاهلي، كوره مره ثانيه ناتاليا فرنانديز، صدي يقلل من كوره الكوره تتلم من المنطقه الدفاعيه، ضرب بقوه، ضرب بقوه من ايه النادي، ولا مره جديده تضرب في العمق جهه واحد، والتغطيه كانت متاخره من جانب شروف فؤاد علشان يتفوق الصيد 2-1 على ارض الملعب، ولسه بدري لسه بدري في احداث المباراه. ايه النادي على الارسال، تلعب فلوتر موجه مع جامب، سيبال امامنا ناتاليا فرنانديز، اعداد شروق، ايه محاوله للاسقاط ولا اجمل اتقان وتقنيه عاليه في قراءه ما هو خلف حائط الصد والكفر اللي كان المفروض يبقى موجود بشكل افضل، ولكن ايه تقدر ايه تكلفه تفسح مدافعات نادي الصيد وتخلص بليس معمول زي ما الكتاب بيقول 2-2، لكن هنا خطا مع الارسال من جانب ناتاليا فرنانديز علشان تهدي النقطه الثالثه في صالح نادي الصيد 3-2 الافضليه للصيد على ارض الملعب. داليا المرشدي على الارسال، فلوتر تستقبل ناتاليا، شروق اعداد خلفي محاوله للضرب لكن ديفنس رائع، تترد محاوله مره ثانيه حائط صد، فرصه جديده اوت اوف سيستم، تعدي سهله من العالمي، شانس بول للنادي الاهلي، شروق في السيستم تخلص اكيد، هنا الظهور بايجابيه بفعاليه صحيح مش سوبر سبايك ولا رايح على ارض الملعب لكن لمس الشبكه يخلص بخطا هنا موجود من بلوك نادي الصيد، النقطه لصالح النادي الاهلي 3-3، تعديل تقفيل الشوط على ارض الملعب من بدايته. ارسال امامنا استقبال بصعوبه، مريم مصطفى تعدي سهله، شانس بول للنادي الاهلي، ناتاليا فرنانديز، شروق ايه تضرب لكن مريم مصطفى تغطيه، كوره من المنطقه الدفاعيه في المتناول، فرنانديز شروق الضرب واو حائط صد يقلل من كوره الكوره مره ثانيه، مريم مصطفى اعداد من ليلى عماد والضرب حائط صد ولا اجمل، ثنائي اهلاوي مرعب مرعب، مريم متولي الى جوار ايه حمدي الشامي ما بيهزروش وما بيرحموش، بلوك في التوقيت، تقفيل الايد من بره لجوه ايه حديد حديد، مفيش حاجه هتعدي النهارده. ايه الشامي تشغل هجوم النادي الاهلي مع البلوك او مع الضرب بفعاليه، كوره محاوله اسقاط ولا اجمل، نرمين المنشاوي رائعه لكن في لمس للشبكه، في لمس للشبكه، مريم متولي لمست الشبكه في محاوله اللحاق بالكوره ومن ثم نقطه رابعه في صالح نادي الصيد على ارض الملعب. هدير يسري على الارسال، مريم متولي وشروق فؤاد، ندى وليد، ايه حمدي، ناتاليا فرنانديز و العملاق اللي بتضرب من الفيرست تايم، محاوله جديده ولا اجمل، لسه هتكلم عنها ولسه هقول دي ارقامها والقابها، نهله سامح عبد القادر نتكلم عنها كتير من هنا لبكره، قصه وحكايه وروايه، والنهارده باذن الله هضيف لقب جديد في مسيرتها بارقامها اللي تخض امام اي حد. ضرب دفاع كان موجود من الفيرست تايم، مريم متولي تخلص وقوه الضربه ما تحكمش دفاع الصيد علشان يوصل الاهلي متفوق بنتيجه 5-4. ليلى عماد ضرب حائط صد والنقطه مع لمس الشبكه، خطا موجود من
حائط صد النادي الاهلي. العالمي زين العالمي على الارسال في هذه اللحظات. فلوتر تستقبل ندى وليد. شروق في السيستم السريع السريع، الضرب كرة بره. اذا النقطة اهلاوية، قوة الضربات مع انهم واقفين وقفات مثالية الحقيقة لاعبات نادي الصيد مع الديفنس، لكن الضربات بقوة بتأثر على قدرة لاعبات نادي الصيد على التحكم في مثل هذه الكرات. نهلة سامح. فلوتر مع جامب توجه. سيبال امامنا بصعوبة. كرة من المنطقة الدفاعية العالمي، دي ما يجيلهاش حائط صد، الكرة ما لمستش ما لمستش. قراءة من الاثنين مراقبي الخطوط في هذه المباراة هنقول لكم عليهم حكام المباراة النهاردة. كرة كانت كلوز قريبة ولكن لم تلامس البيز لاين، لو في لمس ولو بملي تبقى الكرة لصالح نادي الصيد، ولكن النقطة أهلاوية والكسر اتاخد على أرض الملعب بفارق النقطتين الأفضلية لصالح النادي الأهلي 7-5. النهارده الكابتن منى مكاوي الحكم الدولي كحكم اول في هذه المباراه، والكابتن مشيره مفتاح الحكم الثاني كحكم دولي لهذه المباراه، وهنقول لكم على باقي طاقم التحكيم. كره سهله، ايه شروق في السيستم، ناتاليا فرنانديز تضرب وما ترحمش وتوجع الملعب لنادي الصيد. هنا ظهور مع السوبر سبايك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول بفعاليه بايجابيه من المحترفه البرازيليه اللي تخلص وما ترحمش من العالي، تخلص الكروس جهة خمسة وتخلص الأفضلية لصالح النادي الأهلي بفرق 3 نقاط الوصول للفيرست تكنيكال تايم أوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الأول في أحداث الشوط الأول. أفضلية أهلاوية على أرض الملعب، هيركب ومش هينزل لغاية ما يخلص لأنه ما بيرحمش النادي الأهلي. نهله سامح على الارسال لوحدها لوحدها. نهله سامح عندها القاب بكل انديه مصر في الكره الطائره وممكن بما فيهم انديه رجال كمان، دي لوحدها 46 لقب غير القاب منطقه القاهره والناشئات وهكذا، يعني 18 دوري 17 كاس النهارده 18 باذن الله وست القاب افريقيا وسبعه او ايه خمسه عربيه، ارقام والقاب حدث ولا حرج. نهله سامح اللي بتعدي كره سهله، اعداد محاولة حائط صد وكان في لمس شبكة من مريم متولي للمرة الثانية في هذه المباراة، تهدي نقطة بخطأ مع لمس الشبكة. مريم متولي لكن كبيرة وتقيلة وتسد وتهد مع لعبات النادي الأهلي أي حد في مشوار اللقب بالكاس والذهب. 8-6 الأفضلية أهلاوية أو 6-8 علشان الإرسال للصيد في هذه اللحظات. ندى مرجان سيبال بصعوبة، ندى كرة فيها خطأ، لمستين من شروق تعدي تعدي. نقطتين متتاليتين الصيد في احداث المباراه في هذه اللحظات. قلنا شوط او دور اول كان في مباراه الدوري كان تفوق على الصيد في الصيد 3-0، وفي مباراه العوده 3-1 شوط واحد بس اللي فقده النادي الاهلي او فقده النادي الاهلي امام نادي الصيد. سوبر سبايك جديد من الاوبوزيت المعذبه، جبل العضلات الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش. أي حمدي الشامي تخلص في مركز 6 ودي بتضرب وتخلص من أي حتة وفي أي حتة قدامها. التخليص من آية، النقطة التاسعة لصالح النادي الأهلي وحافظ على الكسر في هذه اللحظات بفارق نقطتين أفضلية أهلاوية على أرض الملعب. مريم متولي فلوتر توجه، العالم استقبال، إعداد أوت أوف سيستم، هتعدي سهلة. شانس بول في المتناول، فرنانديز تضرب حصادي قلم كرة الكورة، العالمي إنقاذ، ليلى عماد ترفع محاولة للضرب من ايا النادي لكن ديفنس رائع من ايا الشامي. ناتاليا واو صاروخ صاروخ، تستخدم حائط الصد لصالحها بالاتقان والتقنيه العاليه بالشكل المطلوب المرغوب فيه، تخلص النقطه رقم 10 للنادي الاهلي وتعود بفارق 3 نقاط، اكبر فارق وصل للنادي الاهلي بافضليه على الصيد على ارض الملعب. ولسه ولسه طول ما انت محترم الغريم طول ما تقدر تخلص المباراه بشكل فيه قوه اكبر. الاهلي يتفوق وما زالت مريم متولي على الارسال في هذه اللحظات. سنتر النادي الاهلي بمناسبه ان احنا عندنا في الاستوديو التحليلي انجل شامي، كانت احدى اللعبات دي 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 لوحدها حائط صد كبير وتقيل كان موجود في تاريخ النادي الاهلي. ضرب محاوله تعديها شروق، تترد مره ثانيه تتلم، محاوله هنا هتعدي سهله، ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي. كوره مريم مصطفى، ليلى عماد، اعداد، ضرب اتلمت بعد ترانزيشن
كان ممكن يبقى فيها افضليه لنادي الاهلي، ولكن يكسبوا الثقه ما بعد هذه النقطه نادي صيد بالتخليص اللي كان موجود من العالي من اربعه هنا من جانب ايا النادي. ولسه في شغل الداتا فولي والسكاوتنج اللي جاي من بره والمربعات والشغل العالي والترجمه من المدير الفني الكابتن حمدي الشامي للعباته على ارض الملعب. والناحيه الثانيه الكابتن احمد فتحي قصه مدير فني منتخبنا الوطني رئيس جهاز السيدات في نادي الصيد، وكوره هنا بصعوبه ما تعديش الفعاليه للنادي الاهلي على ارض الملعب 11 8 وما زال يحافظ على فارق الثلاث نقاط. تعدي سهله الكوره، شانس بول فرنانديز شروق وايه تضرب الكوره فيها لمس ما فيهاش لمس، بطالب بتاتش بشوك بلوك لكن قالت لها ما فيش اي لمس للبلوك. الكابتن منى مكاوي حكم اللقاء الاول الدولي، الحكم التي تدير هذه المباراه تحكيمين الى جوار الكابتن مشيره مفتاح والاثنين من حكام الصفوه على مستوى الكره الطائره في مصر. كابتن حمدي الصافي ده قصه لوحده، ارقام والقاب 19 بطولة منهم 7 دوري و6 كاس النهارده السابع باذن الله و4 افريقيا و2 بطولة عربية، ويعني 20 بطولة ولسه باذن الله باللقب النهارده يكون زيادة من الغلة. فرنانديز ولا اجمل توجع من جديد الملعب لنادي الصيد، موجودة مع دوران في الاوبوزيت لكن بتقدر تخلص من اثنين بفعالية الاعداد الموزون من شروق محمد فؤاد، والتخليص النهارده بارقامها ارقام الداتا فولي تقول انه نمحو ذاكره سلبيه كانت في شوط اول او نص شوط اول كان في مباراه سبورتنج، و بالنسبه طبعا لناتاليا فرنانديز البرازيليه النهارده ارقامها من الداتا فولي. نشوف مين اللي بتشتغل على الداتا فولي، مي محمود حسني اللي موجوده في جهاز النادي الاهلي اللي بتشتغل على الداتا فولي. نجيب الارقام في التايم اوت الاول والثاني الفني في الشوط الاول والشوط الثاني والثالث باذن الله، ما يكونش في شوط رابع نخلص 3-0 باذن الله، لكن الارقام اللي بتيجي خلال التايم اوت او ما بعد الشوط تعرفنا مين اللي ارقامه كانت عاليه في كل مهاره موجوده على ارض الملعب. واعتقد ان النهارده ناتاليا فرنانديز بتقدم مستوى استثنائي وخيالي. ناتاليا على الارسال، ما تتحكمش عادي، تعدي 12 10 الافضليه الاهلاويه مع الكسر، والكسر يزيد 3 مش كسر باثنين، لانه سايد اوت او الكره هتروح بهجمه للنادي الاهلي، سايد اوت يعني الكره هيبداها النادي الاهلي. تغيير هنا، خروج داليا المرشدي ونزول مع الارسال لكابتن وقائد نادي الصيد رنا عبد الحليم. اعتقد اول تغيير من الستة المحقين للكابتن احمد فتحي في احداث الشوط الاول. فلوتر ناتاليا تستقبل بشكل رائع الحقيقه مع البجر، صاروخ مطرقه جديده في الملعب لنادي الصيد. هنا ظهور بفعاليه لاي حمدي الشامي اللي تخلص من مكانها المعتاد من مركز اثنين، والفعاليه والايجابيه والهجوم باتقان وتقنيه عاليه علشان تحط فرق ثلاث نقاط مره ثانيه لصالح النادي الاهلي. 13 10 الافضليه الاهلاويه على ارض الملعب. نرمين المشاوي لاعب الثلاثه على الارسال، توجه مريم مصطفى تستقبل عالي بشكل ايجابي يعني، وهنا اعلى من حائط الصد التخليص، كان لازم يطلعوا من بدري او مش من بدري، ما يطلعوش من بدري علشان ما ينزلوش بدري، فكره القراءه والايد من بره لجوه مع التاخيره النسبيه علشان يقدروا يقراوا زوايا الضرب ويكون في فعاليه مع حائط الصد. هديري يسري تخلص نقطه 11 لصالح نادي الصيد، وهنا تعتذر لسه بنتكلم عنها وعن ارقامها، تقلل شويه من ارقامها. الاستقبال اللي كان سلبي نسبيا في هذه المره من جانب ناتاليا فرنانديز البرازيليه، مزاجيه شويه يعني بتبقى مركزه تبقى عاليه، تفقد شويه للتركيز ممكن تروح منها بعض الكرات السهله او اخطاء سهله. استاذ المره دي كمان مره التوجيه وقفه البصير فين وتوجيه الارسال بالداتا فولي تقول لك وجه على مين، بتستقبل بيرفكت او متوسط او ضعيف، هي استقبالها دايما مع الارسالات الفلوتر في بعض المباريات بالارقام بتاعت الداتا فولي تقول لك استقبالها بيرفكت، وبعض المباريات الاخرى بيكون استقبالها متوسط او ضعيف. في اخر نقطتين لا ما اتحكمتش وتعدي، وتايم اوت اول حر محق للكابتن حمدي الصافي في وقته لتظبيط الاوضاع وتهدئه الاجواء على ارض الملعب بكلام فيما بين اللاعبات وناتاليا فرنانديز ونهله سامح اللي عليها العبء في انها تثبت اللاعبات على ارض الملعب بالشكل الذهني العالي، لان العامل السيكولوجي مهم، الثقه النهارده
في رولان جاروس في عالم التنس على مستوى الاراضي الترابيه هناك. تاني بطولات الجراند سلام الاربع كبرى نوفاك جوكوفيتش خسر في مجموعتين وجاب مجموعتين والثالثه كان هياكل الراجل اللي قدامه، حتى وان كان متاخر عرف يخلص المباراه. ثقه الكبار وهنا ثقه الكبيرات رغم الخطا هنا في التعامل مره ثانيه مع استقبال كره اولى ضعيف. تخرج ناتاليا فرنانديز ونفس التغييره اللي حدثت لسه بنتكلم عنها ما حصلتناهاش والله، ولكن هي مشكلتها انها نسبيا مزاجيه. اذا نقطه لصالح النادي الاهلي يعود ويعدل النتيجه على ارض الملعب. ايا حمدي مساء الحلو، لكن تستقبل ايا النادي العالمي هتصد الكوره بره ما لمستش السايد لاين. 15 14 افضليه للصيد على ارض الملعب، لكن لسه نقدر نحول نعمل التحويل على ارض الملعب. ساره امين هي اللي نزلت لارض الملعب تغييره بدلا من ناتاليا فرنانديز في احداث المباراه والشوط الاول. العالمي سبال اعداد خلفي حلوه ولا اجمل ولا اجمل، وكالعاده المطرقه اللي تخلص من خلالها في ملعب نادي الصيد. هنا اي حمدي شامي من الاوبوزيت اتقان في التوجيه، لكن الاعداد موزون من المايسترو رمانه الميزان بتاعت النادي الاهلي. هنا امامنا شروق محمد فؤاد والاستقبال من البدايه، لان استقبال الكره الاولى هو يا يبوظ هجمتك يا يظبط هجمتك. انا سامح الخبره اللي بترصد دلوقتي على ماري مصطفى. اعداد بجر الهي العماد ضرب حائط صدي قلم كره الكره تتلم. فيها حمل للكره خطا فني في التعامل من ماري متولي، والكلام من نهله سامح هي الكابتن والقائد تحت الرقم بتاعها اللي موجود على القميص من قدام شرطه، ده يدل على انها الكابتن وهي الوحيده اللي من حقها انها تتكلم طبعا بالشكل اللائق مع حكم المباراه الاول او الثاني في اعتراض على بعض الكرات، لكن القرار سيادي ولا رجعت فيه. ودايما اللاعبين الكبار او اللاعبات الكبيرات في مثل هذه الحالات ما بيتكلموش كتير، فكره انه خلاص قراره مش هيرجع فيه. من حقه ان هو يتكلم او ينبه الحكم، لكن يفضل محافظ على التركيز لانه كلام الكتير مش هيعود في القرار حكم المباراه، وفي نفس الوقت ياخد من ذهنك بسلبيه بالتاكيد. لكن لاعبات النادي الاهلي كلهن دوليات ويقدروا ان هم يتحكموا في سير المباراه. 16 15 افضليه لصالح نادي الصيد على ارض الملعب. الجديه والتحويله بالفعاليه اللي هتكون حاضره على ارض الملعب مع استقبال الكره الاولى اللي لازم يكون مميز. محاولات بتحدي ومحاوله لاسقاط من مريم متولي تترد، حائط صد ممكن هنا يا رائعه ندى وليد، والكوره ضرب في حائط الصد والى خارج الملعب. ساره امين تقول مين ولا تروح فين؟ مفيش غير ساره امين هي اللي تخلص، هي اللي بتغطي على ناتاليا فرنانديز لما ما بتكونش في حالتها. ناتاليا البرازيليه المحترفه في التشكيله الاهلاويه، لكن ايه دي محترفه حقيقيه في تشكيله النادي الاهلي. ساره امين تخلص مع استخدام حائط الصد لصالحها، توجه ريسك اليد لما يكون متقفل، دي الحلول اللي لازم تكون عند المهاجم الضريب اللعيب ولاعب اربعه بيكون عنده كل الحلول وبيعمل كل حاجه على ارض الملعب. كره تعدي سهله في المتناول، فرصه للتفوق ساره امين. هنقول مين ولا مين؟ مفيش غير ساره امين من العالي تخلص وما ترحمش، ومن جديد تعود بالافضليه اهلاويه على ارض الملعب. تخرج في هذه اللحظات شروق فؤاد وتنزل مايا ممدوح، خرج البصير ونزل مايا ليه؟ علشان البلوك الفعاليه مع حائط الصد في هذه اللحظات. كابتن حمدي صفر فلوتر العالمي استقبال اوت اوف سيستم في متناول حائط الصد دي من غير كمان حائط الصد لانها مضروبه من المنطقه الدفاعيه ما يطلعوش، وده الكلام السليم. ساره تضرب العالمي بصعوبه، الكره تعدي في المتناول نهله اوت اوف سيستم، مايا ممدوح تخلص لسه الكره مع حائط صد. ساره امين تترد مره ثانيه نرمين، ساره امين تضرب مريم مصطفى بالخبره تلم الكره ترفعها بجر ليلى العماد والضرب بقوه، لكن مريم متولي تترد مره ثانيه، ثير تشانس لنادي الصيد والضرب هنا خطا في التعامل مع لمس الشبكه كان موجود، والنقطه بعد ترانزيشن انتقالي بتحدي ورالي لنادي الصيد على ارض الملعب. التغييره خرجت مايا ممدوح نجلت طبعا الكابتن ممدوح اسماعيل وزوجة الكابتن دولا، محمد عادل مسعود نجم وسنتر وعملاق القارة الافريقية والنادي الاهلي، ونزول من جديد لطبعا شروق محمد فؤاد. ارسال خاطئ بره الملعب والافضلية اهلاوية على ارض الملعب 18 17.
شروق على ارسال الكره، حكم قال بره وحكم قال جوه، قال لك بقرار رئيس من منى مكاوي بره. ثنائي من حكام الخطوط النهارده، محمد بيومي قال لك كوره بره كحكم خط اول، والحكم الثاني محمد نبيل قال لك، او الحكم الثاني محمد نبيل قال لك بره، والاول محمد بدوي قال لك جوه، لكن حكم المباراه الرئيس منى مكاوي قالت لك لا بره. ماشي، هتصد الى خارج الملعب، الافضليه اهلاويه. ايا حمدي الشامي ما بتهزرش وما بترحمش، المطرقه اللي في وقتها اللي تخلص من خلالها افضليه النادي الاهلي 19 18 وبفرق النقطه الواحده من دلوقتي الاكثر تركيزا والاقل اخطاء، والاهلي يقدر يسد ويهد اي حد قدامه. ساره امين توجه حلوه قوي قوي بصعوبه، كوره في المتناول، ساره شروق في السيستم تخلص، محاوله هنا للانقاذ تجيبها برجليها، ليها الحق تعديها العالمي، شانس بول للاهلي. الضرب ايه ايه ايه، الكوره فين؟ الكوره بره، قال لك ما لمستش في البلوك ولا في السايد لاين او الخط الجانبي لملعب المباراه. الكروس ولاول مره ايه تضرب من الاوبوزيت، ومفيش قوس دفاع ما بين واحد واثنين وسته او لعيبه اربعه اللي موجوده في سته، لكن الضربه ما كانت محتاجه ظبط زوايا في توجيه الكروس من اثنين في واحد. اسقاط نهله شروق، ولا اجمل ايه بالخبره، مش قويه ومش كل ضربه لازم تكون قويه، ما هو دول لعبات مش اجسام واطوال وبس، كمان لازم يكون في عقول بتشتغل. الضربة ما تكونش قوية بس تخلص من خلالها النقطة بالشكل المطلوب المرغوب فيه، وكانت آية بالخبرة في الموعد علشان تحط النقطة رقم 20. تايم اوت تاني اخير حر محق للكابتن احمد فتحي على ارض الملعب في احداث الشوط الاول في هذه اللحظات. وما زال الكابتن احمد فتحي وكلام ما بينه وما بين هدير يسري لاعبة الاوبوزيت في تشكيلة نادي الصيد، والكابتن مشيرة مفتاح حكم المباراة الثاني اللي بتأكد على انه خلاص انت خدت الاثنين تايم اوت الحرين المحقين ليك يا كابتن احمد فتحي. تغيير على مستوى النادي الاهلي في مركز اربعة، خروج نقلة سامح عبد القادر الكابتن والقائد، ونزول لفريد الحناوي. ارسال امامنا استقبال اي نادي، اعداد ليلى عماد، تعديها سهلة العالمي في السيستم، يعني مرفوعه من البصير ومن المنطقه الاماميه، يعني مريحه الاوبوزيت في التشكيله الاهلاويه. ايه حمدي الملكه، او بالاحرى كينج اوف ذا ماتش حتى الان في الشوط الاول للنادي الاهلي 21 19، خدنا الكسر ولازم من دلوقتي نبني عليه فرق الاربع نقاط ويروح النادي الاهلي لاول اشواط المباراه. نرميني منشاوي على الارسال استقبال امامنا ايه نادي، ما وديتهاش للمنطقه الهجوميه وده بيسهل مهمه البلوك، كره تعدي سهله. شروق مريم تضرب كانت صعبه، او ده معناه الحرفي اللي هو اوت اوف سيستم، او ان الكوره مش مرفوعه من البصير، فكره انها اوت اوف سيستم يعني مرفوعه مش من البصير، وما بيكونش عند كل اللاعبات احساس القدره على التعامل مع الكوره او الرفع الموزون، وده اللي عند سهيله وفيق وده اللي عند شروق محمد فؤاد، ثنائي المايسترو اللي موجودات في تشكيله النادي الاهلي. السريع السريع لكن ديفنس رائع من مريم مصطفى، خبره لاعبة النادي الاهلي المعارة لنادي الصيد، ليبرو النادي الصيد. كرة مرة تانية بنفس السيستم ونفس الشكل التكتيكي المعمول زي ما الكتاب بيقول، مع التخليصة من العملاق الاهلاوي البرج سنتر النادي الاهلي مريم متولي. اعداد قصير وضرب سريع، الفعالية من مريم على ارض الملعب 22 20، الكسر حاضر. استقبال امامنا اي نادي، اعداد ليلى عماد، الضرب من المنطقة الدفاعية ولا اجمل. سارة امين اعداد هنا يا امامنا، او كانت فريده الحناوي هي اللي بتضرب لكن تتلم من الدفاع نادي الصيد، والمره دي تستخدم حائط الصد لصالحها، كان في هذه المره اللاعبه زينه العالمي عندها الحلول دوليه تقيله عاليه وبتعرف تترجم تعليمات الكابتن احمد فتحي على ارض الملعب امام دفاعات النادي الاهلي، وتحديدا حائط الصد التقيل اللي بيقفل ايده من بره لجوه في معظم الاحيان بالشكل الكبير او التقيل او المطلوب المرغوب فيه، ولكن استخدمته بالشكل الايجابي. فريد الحناوي استقبال اعداد شروق في السيستم، ولا اجمل من الاوبوزيت العملاق جبل العضلات، تحط المطرقه اللي في وقتها اللي من جديد توجع بيها الملعب لنادي الصيد على ارض الملعب. ستريت لاين اختيار داون ذا لاين في هذه المره من جانب الاوبوزيت في التشكيله الاهلاويه. ايه حمدي الشامي المحترفه الحقيقيه في الكره الطائره المصريه، ولسه كنت اتحدث مع الكابتن حمدي الشامي موجود على فكره هنا في صاله
نادي شرقية للدخان بيحضر هذه المباراة. قصة قصة موجود، والكابتن آية شامي شقيقة الكابتن، أو الكابتن إنجي الشامي شقيقة الكابتن آية شامي، موجودة النهاردة في الاستوديو التحليلي مع الكابتن هيثم السعيد والكابتن ندى أيمن. إرسال أمامنا مع عودة إلى أرض الملعب من جديد لنهلة سامح، كرة بره الملعب، إيديها لفت لبره، حطيتها إيه في الإعلانات بره، والنقطة لصالح النادي الأهلي. خطأ فني في التعامل، الضرب لازم يكون مدروس ومحسوب، وفي هذه المرة إيديها لفت كانت بتبحث عن الضرب بداوند لاين اختيار جهة مركز واحد، لكن ما اتحكمتش. آية النادي 24-21 فرق ثلاث نقاط، ونقطة الشوط بين أيدي لاعبات النادي الأهلي. نهلة سامح توجه جهة آية النادي، ساب الفلوتر مش عالي قوي، خدت الكرة، محاولة للضرب، الكرة جوه، كرة جوه، كروس من العالي جهة خمسة في هذه المرة من آية النادي، قدرت انها تتحكم في التوجيه وتخلص النقطة رقم 22. سايد اوت أهلاوي، يعني الهجمة اللي جاية أهلاوية، لكن مع استقبال الكرة الأولى لازم يكون بفعالية علشان الهجمة ما تبصش. العين على سارة أمين، العين على ندى وليد ليبرو النادي الأهلي. نهلة سامح عبد القادر، لعبات أربعة واللعيبة ليبرو المنوطين باستقبال الكرة الأولى. على الإرسال أمامنا ندى مرجان، فلوتر ما تعديش ما تعديش. إذا نقطة الشوط الأول في المباراة 25-22 أفضلية أهلاوية، خطوة من ثلاثة يحتاجها النادي الأهلي للظفر باللقب والكأس والذهب. شوط أول أفضلية أهلاوية، ولسه المباراة على أرض الملعب. عودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، واستكمال أحداث مباراتنا اليوم، مباراة القمة والحسم للقب بكأس مصر والذهب في هذا اليوم. فتيات الذهب، كبير الكرة الطائرة المصرية وكبير الكرة الطائرة الإفريقية والعربية وأحد كبراء الكرة الطائرة العالمية بالأرقام والإنجازات والجماهيرية، النسر الأحمر النادي الأهلي اللي النهاردة في مواجهة أمام الصيد القاهري في هذا الديربي من أجل اللقب بالكاس والذهب. سيناريو مكرر من نسخة العام الماضي عام 2020، ها هو يتكرر السيناريو بنفس الصالة، وبإذن الله اللقب أهلاوي لاستكمال المسيرة الكبيرة للكابتن حمدي صافي ونجمات النادي الأهلي. حمدي للكورة مع أولى نقاط النادي الأهلي على أرض الملعب في بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة. شروق فلوتر، يا رائعة، توجيه رائع مثالي بأداء عالي، والوقفة كانت متأخرة من جانب زين العالمي علشان تسقط الكرة بالشكل الرائع الرائع. سكاوتنج عالي بالتأكيد المايسترو اللي موجود على أرض الملعب شروق محمد فؤاد، تسقط الكرة في قلب الملعب لنادي الصيد، ومن ثم تلاقوا زين العالمي دلوقتي خدت خطوتين ثلاثة لقدام بالداتا فولي، وقفتها بالمربعات اللي المفروض مش مرسومة على أرض الملعب لكن هي عارفة مكانها. آية النادي الخبرة تستخدم حائط الصد وتوجه وتخرج الكرة إلى خارج حدود الملعب. إذا يظهر فعليا نادي الصيد في أحداث الشوط الثاني من المباراة، 2-1 الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب. 25-22 شوط أول كان بيه أفضلية في أحداث المباراة. شروق ضرب بلاين النقطة أهلاوية، سارة أمين موجودة هنا في الأوبوزيت مع الدوران، تضرب بداوند لاين وتخلص مع لمس الشبكة، كان موجود خطأ فني كمان من دفاعات نادي الصيد. إذا 3-1 الكسر حاضر بأفضلية أهلاوية على أرض الملعب. فلوتر استبعد الكرة الأولى، آية النادي إعداد كرة ما فيهاش أي تفاهم ولا ربط ولا انسجام ولا أي حاجة بالمرة، خطأ فني في التعامل مع سايد أوت لنادي الصيد. إذا النقطة أهلاوية بفرق الثلاث نقاط الأفضلية على أرض الملعب 4-1. هيركبوا من بدري مش هينزلوا، كمان مرة كمان مرة متأخرة، وتوجيه الإرسال بالسكاوتنج العالي اللي جاي من إرسالات سارة أمين تقيلة وخبيرة واتطورت بشكل كبير جدا منذ قدومها من نادي الشمس لنادي الأهلي. كمان مرة سارة أمين توجه على مريم مصطفى، إعداد ليلى عماد، محاولة إسقاط، تتلم تتلم تتلم، لسه الكورة هتعدي سهلة من شروق العالمي. ليلى عماد محاولة ضرب من الأوبوزيت، تخلص في هذه المرة آية النادي مع استخدام حائط الصد. إذا يعود فرق ثلاث نقاط والأفضلية ما زالت أهلاوية على أرض الملعب 5-2 في أحداث المباراة. النادي على الإرسال، آية
استقبال ناتاليا فرنانديز مع وجودها على ارض الملعب في بدايه احداث الشوط الثاني بعد ما اتغيرت بسبب تاخرها في المستوى نسبيا، لكن قدرت انها تعود. ضرب للاوبزيت ايه ديفنس مريم مصطفى، ضرب مره ثانيه في محاوله هنا، ولكن ديفنس رائع من لاعبات النادي الاهلي. محاوله للضرب انقاذ بصعوبه، كان فيها حمل للكره لكن مشيت. قرار منى مكاوي حكم اللقاء الرئيس، وهنا امامنا ضرب بفعاليه المطرقه اللي في وقتها اللي من خلالها تقدر تخلص وما ترحمش العملاق الاهلاوي ايه حمدي الشامي. قصه اهلاويه في عالم الكره الطائره النسويه المصريه مع خطا كان موجود كمان بلمسه للشبكه. اذا 6-2 الافضليه على ارض الملعب اهلاويه. نرمين مشاوي توجه استقبال بصعوبه ايه النادي اعداد العالمي تحاول تسقط، لكن مقريه من ناتاليا فرنانديز. اعداد في السيستم حلوه قوي قوي قوي، التاخيره اللي ما ادتش قراءه من شروق فؤاد. ضرب جايه من سته لعيبه اربعه هنا امامنا في التشكيله النادي صيد ايه النادي تخلص وما ترحمش. ودلوقتي في تطور عالم الكره الطائره لاعب اثنين لاعب الاوبزيت زي لاعب اربعه ممكن يجي ويعمل له او يتعمل له الاستروك من مركز سته. فرق 3 نقاط دبل سكور، الافضليه اهلاويه على ارض الملعب 6-3. ارسال امامنا هناء علاء سريع، محاوله للضرب تيجي في الحد الاعلى للشبكه تقل قوتها مره ثانيه، ضرب بقوه لكن ولا اجمل. ندى وليد قصه اهلاويه واخده دورها وبتادي عليها والزياده بغض النظر عن ان راحت النقطه اللي جايه او النقطه اللي فاتت مع السريع اللي ضرب بالشكل المطلوب المرغوب فيه الحقيقه من سنتر نادي الصيد في هذه المره داليا المرشدي. لكن ندى وليد متطوره بشكل او باخر، وخروج مريم مصطفى انها تعار لنادي الصيد كاليبرو من النادي الاهلي ادى فرصه كبيره انه يظهر لعيبه بحجم وباداء وبمهارات وبقدرات ندى وليد صغيره السن ولكن كبيره القيمه. الضرب في حاله الصد والى خارج الملعب النقطه اهلاويه. اذا 7-4 فرق 3 نقاط الافضليه على ارض الملعب. بالمناسبة نادي الزمالك قبل هذه المباراة وده اللي أخرنا المباراة كان المفروض مدرجة في الجدول بتاع البث يعني إنه تبقى الساعة 6، لكن المباراة اتأخرت بسبب طول زمن المباراة كانت سبقت هذه المباراة مباراة الزمالك وسبورتنج، والزمالك كان تفوق 3-1 في مباراة كانت مثيرة، كل الأشواط كان فيها اقتراب في المستوى الفني والنتيجة حتى، لكن الزمالك حصل على المركز الثالث هياخد الميدالية البرونزية وال ان شاء الله الاهلي الاول والصيد تاني بعد هذه المباراه ولسه على ارض الملعب. ودي ثقتنا ذكيه في التعامل مع تحدي الشبكه، كانت هنا شروق فؤاد تسقط الكره بشكل ذكي جدا بفارق 3 نقاط الوصول الى الفيرست تكنيكال تايم اوت الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني من المباراه بافضليه اهلاويه على ارض الملعب 8-5. النهارده الكابتن منى مكاوي هي الحكم الاول الرئيس لهذه المباراه، والكابتن مشير مفتاح هي الحكم الثاني لهذه المباراه، حكام دوليين مع مسجل كابتن ميرفت سمير ومساعد مسجل كابتن مي صبري، وحكام الخطوط زي ما قلنا محمد بدوي ومحمد نبيل واحمد محمد ريان ومروان بدر حكام الخطوط في هذه المباراه. حكام الخطوط على فكره بترتيبهم يعني زي ما قلناهم، لانه محمد بدوي كحكم خط اول هو اللي على يمين الحكم الرئيسي اللي هي في الاعلى، قدامه من الناحيه الثانيه الحكم الثاني وهكذا، الحكم الرابع من حكام الخطوط هو اللي على شمال الحكم الرئيس بلفه الدايره كده من الشمال لليمين يعني علشان اللي بيتفرج علينا يبقى متابع حتى ترتيب الحكام. ناتاليا فرنانديز ارسال استقبال ايه النادي اعداد ليلى عماد، الضرب من العالمي لكن حائط صد والكوره كانت بره على فكره لكن جابتها العالمي علشان تجدد فرصه للنادي الاهلي. شروق واو ساره امين لكن حائط صد يقلم كره الكوره مره ثانيه، اعداد ليلى عماد محاوله الاسقاط، ديفنس رائع من آية حمدي والكرة هنا محاولة انها تمررها شروق كان ممكن تلمها لكن ما تحكمتش في صعوبة الكرة وقربها من الشبكة ومن ثم حاولت تعديها وتعدي الكرة الى خارج حدود الملعب. اذا 8-6 الافضلية اهلاوية على ارض الملعب بفارق النقطتين، وما زلنا في احداث الشوط الثاني بعد الشوط الاول بافضلية اهلاوية 25-22. العالمي زينة سبل امامنا ناتاليا، اعداد شروق، الضرب من سارة، الكرة لسه جوه الملعب، انقاذ ندى وليد، آية صاروخ، ديفنس من الصيد مره ثانيه، محاوله للضرب السريع وخدت الشبكه بسكتها ما حكمتش. شروق وايه والكره تسقط في الملعب الاهلاوي.
فارق 3 نقاط بفارق نقطتين ثم فارق النقطة الواحدة دلوقتي 8-7 الأفضلية أهلاوية. العالمي استقبال ناتاليا اعداد شروق سارة تضرب حائط الصد دلوقتي بدأ يطلع ويعمل تقفيل ويقلل من حدة الضربات عندنا ومن ثم لازم تايم اوت دلوقتي لو الكابتن حمدي عايز يلم الامور. تغيير على مستوى صناعة اللعب، التغييرة اللي بتعمل تحويلة لانه دي بتعمل تحويل وتغيير. سهيلة وفيق تاخد دورها على ارض الملعب كبصير كموزع كمايسترو كموعد للنادي الاهلي بدلا من شروف فؤاد، الاثنين من اللاعبات الثقيلات في عالم الكره الطائره المصريه والعربيه والافريقيه ومن افضل البصيرات الموجودين على المستوى العالمي. فلوتر استقبال ايه وليد اعداد سهيلة ضرب ايه حمدي من الاوبوزيت لكن تترد مره ثانيه ومن السريع محاوله الاسقاط تجاب ما تتجابش هيبقى فيها لمسه رابعه ما لمسوهاش سابوها وخلصت اهلاويه على ارض الملعب. اذا 9-8 الافضليه لصالح النادي الاهلي. سهيله في اول التحويلات اللي ليها على ارض الملعب، محترفه في جامعه الينوي او بتدرس وبتلعب لجامعه الينوي في دوري الجامعات ودوري من الدوريات المحترمه في عالم الكره الطائره النسويه هناك في شيكاغو بالولايات المتحده. ضرب حلو قوي، هجمه معموله بتكتيك عالي من لاعبات نادي الصيد في هذه المره. استقبال كره اولى مميز ثم اعداد بفعاليه والضرب من العالي بإيجابية من زين العالمي. تشغل هجوم نادي الصيد بالتأكيد. 9-9 تعديل تقفيل في أحداث الشوط الثاني على أرض الملعب. تغيير بخروج جالي المرشدي ونزول لكابتن وقائد الصيد على أرض الملعب في هذه اللحظات رانا عبد الحليم على الإرسال، بس ما بعد الإرسال هيتم التغيير مرة ثانية. من كل مدير فني لست تغييرات في كل شوط، تغيير التغييرة الحرة المفتوحة. سهيلة الضرب سارة كورة ما لمستش السايد لاين، هي ما لمستش البلوك، الكلام على انها لمست ولا ما لمستش الخط الجانبي لملعب الصيد وما كانش فيها لمس باشاره من اللاين مان الحكم الثالث من حكام الخطوط احمد محمد ريان. كمان مره ارسال رانا عبد الحليم. السيبال امامنا ناتاليا اعداد سهيله اسقاط شويه، لازم يبقى في تنويع في الضرب من لاعبات النادي الاهلي لانه اصبح التكتيك محروق قوي. كوره تعدي سهله، هتعدي مرة تانية سهلة من العالمي. سريع حلوة حلوة حلوة، ودايما دايما قدرة نادي الاهلي على التعامل من السريع هيكون فيها افضلية. التكتيك مع استغلال السنتر في لعبات النادي الاهلي هيكون بفعالية، لانه معظم اندية النادي اندية الكرة الطائرة النسوية في مصر عندها مشكلة في البلوك وما بعده الديفنس من اوسط الشبكة، والنادي الاهلي عنده قدرات فعاله مع لعبات السنتر اللي ممكن يخلصهم على السريع بفعاليه. سهيلة ارسال توجه باتقان، ارسالاتها متقنه وشفناها في مباراه سبورتنج وشفناها النهارده كمان مع اول ارسال بتكون موجوده مع الدوران، بتوجه الارسال بشكل فعال وباتقان. فلوتر بس هجومي موجه صح مع قراءه تموضع زين العالمي ومن ثم تاخيرتها الخطوه اللي ورا دي ما حكمتهاش على استقبال فعال. كمان مره توجه على العالمي لكن المره دي وقفتها سليمه ومن ثم ظبطت الاستقبال اعداد اسقاط سهيله. كوره المنشاوي محاوله هنا الاسقاط مره ثانيه تتلم من اليمين. سهيله بجر بترفع لكن احساسها عالي ومحاوله للضرب من الاوبوزيت ايه الشامي لكن تتلم من الدفاع لنادي الصيد. محاوله حائط صد تتلم مره ثانيه ايه النادي اعداد اوه لعيبه اربعه اللي جايه من سته لثلاثه العالمي لكن ديفنس رائع ومحاوله للرد السريع الرد العنيف من البرج الاهلاوي البرازيليه المحترفة في التشكيلة الأهلاوية. هنا ظهور لناتاليا فرنانديز تيجي من ستة لعبة أربعة وتخلص الكرة من المنطقة الدفاعية وتحط المطرقة اللي في وقتها اللي تخلص من خلالها الأفضلية للنادي الأهلي بفارق نقطتين يعود الكسر، والأهلي عايز يركب ويبني على هذا الكسر من أجل التفوق ويريح نفسه وبنفسه مع الوصول لثلاث أشواط نظيفة علشان يحصل على اللقب بالكاس والذهب في ظل انه زي ما قلنا النهارده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين في الصاله، الكابتن او الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الاستاذ محمد الضماطي، وعلى راسهم بالتاكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحاضر هنا في صاله نادي الشرقيه للدخان من اجل دعم فتيات الذهب لاعبات النادي الاهلي للتتويج بكاس مصر جديد والثنائيه المحليه المعتاده بألقاب العادة. سهيلة ما تتحكمش مع الإرسال. 12-11 ما زالت الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب.
لا العماد على الارسال في هذه اللحظات، ثلاث ضربات على الشبكه يعني حارس صد ممكن يكون فعال من نادي الصيد. سهيله ضرب حارس صد يقلم كوت الكره، لكن الكره داخل الملعب لنادي الصيد. ايه حمدي قلنا تشتغل تشغل هجوم النادي الاهلي، ودي لما تطير تسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي. المطرقه اللي تخلص مع حارس صد مشروخ في العمق فيما بين خمسه وسته ما قريتهاش بالشكل المطلوب المرغوب فيه مريم مصطفى ليبرو. نادي الصيد علشان يعود الكسر بفارق نقطتين 13-11. استقبال امام المميز مريم اعداد ليلى عماد الضرب ما اتحكمتش، قوه الضربه المره دي ما حكمتش. ندى وليد على الاستقبال او التعامل مع الكره بالشكل الفعال. تخليص كان موجود من هنا علاء على الارسال امامنا. اي النادي في الزمانات، في الزمانات كان الارسال من مكان معين على ارض الملعب، دلوقتي من اي حته، من ستة، من واحد، من خمسة، زي ما هي عايزة من خلف الملعب تلعب الارسال. ماشي كرة اوت اوف سيستم في المتناول. ندى، سهيلة، ناتاليا تضرب، قوة الضربة ما تحكمش، ديفنس الصيد والنقطة اهلاوية. فائت وراقت، شوط اول نصه كويس ونصه ضعيف، نزلت سارة امين عملت اللي عليها وزيادة، ثم عادت ناتاليا فرنانديز على حساب الكابتن والقائد للنادي الاهلي نهله سامح عبد القادر ومكمله المسيره بالشكل الرائع. سبال امامنا ليلى عماد اعداد، محاوله اسقاط سهله سهله. مريم سهيله السريع 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 السريع، ولا اجمل اعداد قصير وضرب سريع، ربط وتفاهم وانسجام وتكتيك معمول زي ما الكتاب بيقول بوجود سهيله على ارض الملعب. والبرج مريم متولي اللي تخلص مع استخدام حائط الصد لصالحها الأفضلية أهلوية بفرق ثلاث نقاط، يذهب متفوق النادي الأهلي أو قريب من أنه يذهب للسكن تكنيكال تايم أوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الثاني بالأفضلية. وكمان مرة كمان مرة توجه على زين العالمي ما تتحكمش مع فلوتر الموجه باستقبال البجر أو بذراعيها يعني، ومن ثم لازم يكون في إحساس مع ميلان الجسم والذراعين بالشكل المطلوب المرغوب فيه، إحساس اللمسة علشان اللمسه الاولى هي اللي بتبني الهجمه بالشكل المطلوب المرغوب فيه لنادي الصيد. باظت الهجمه لانه كان استقبال ضعيف، ومن ثم ايس موجود يعتبر، والنقطه اهلاويه بفارق الاربع نقاط، يذهب النادي الاهلي متفوق للوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الثاني من المباراه. نرمين المنشاوي على الارسال، استقبال العالمي برضه بصعوبه جابتها ليلى عماد، محاوله لحائط الصد تتلم، سكند شانس صيد، محاوله هنا لمست في العصا الهوائيه، اذا النقطه اهلاويه، طالما لمست في العصا الهوائيه فقدت الهجمه شرعيتها وراحت النقطه باريحيه للنادي الاهلي. انخفض معدل التركيز للاعيبه اربعه في تشكيله نادي الصيد. زين العالمي لو عايز يعدل الكابتن احمد فتحي في وضعيه نادي الصيد لازم يغير زين العالمي دلوقتي، لازم ترتاح شويه. من افضل اللاعبات اللي موجودات في تشكيله نادي الصيد، لكن انخفض ادائها مع استقبال الكره الاولى والضرب وحتى الديفنس، ومن ثم تعمل عبء على نادي الصيد. نقطه هديه من خطا مع الارسال في هذه اللحظات. 17-13 افضليه اهلاويه على ارض الملعب. ارسال هدير بره بالمره، اذا هديه بهديه. 18-13 في التغييرة الحرة، تطلع هناء علاء وتنزل مريم مصطفى لانه السايد اوت للصيد، ومن ثم الهجمة هتيجي من النادي الاهلي نادي الصيد، وعايزين استقبال مميز للكرة الاولى. تخرج اي حمدي الشامي، البرج جبل العضلات اللي لما تطير تسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي، وتنزل مايا ممدوح مع الارسال، توجه بشكل حلو قوي على زين العالمي. كل السكاوتنج على زين العالمي، الكرة بره ولا جوه؟ قال لك لا جوه. الراجل احمد محمد ريان اشار بالرايه انه الكره لمست او ارتدت على الخط الجانبي لملعب المباراه. 18-14 افضليه اهلاويه. خروج لهدير يسري ونزول امامنا هنا لنهى عادل المعد، و خروج كمان لليلى عماد ونزول للاعيبه سامع عماد. دي تغييره جوز الخيل زي ما بنقول عليها هنا، دربه بصير يعني. اوبوزيت وموزع. ساره استقبال عالي قوي، سهيله اعداد عالي قوي،
والاسقاط ما كانش عالي قوي من ناتاليا فرنانديز، كوره في محاوله اسقاط لكن ناتاليا تعمل ديفنس عالي، كوره حلوه 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 حلوه، ومايا ممدوح تحاول تضرب من الاوبزيت لكن تتلم مع حصاد اقل من كره الكوره مره ثانيه، مايا ديفنس رائع، محاوله للاسقاط، تعدي ترانزيشن، تحدي تحول ما بين الدفاع والهجوم فيما بين الفريقين، سهيله في السيستم تخلص من السريع لكن تتلم مره ثانيه، مريم كوره ناتاليا اسقاطه لكن زينه لعبة أربعة اللي جاية من ستة أي نادي لكن في المتناول هنا أمامنا، أوه ضرب في حائط الصد ما لمستش، لمست الحد الأعلى للشبكة في سكتها، ضربة البرج المحترفة في التشكيلة الأهلاوية ناتاليا فرنانديز البرازيلية، لكن النقطة لنادي الصيد في الأخير 18-15. فلوتر موجه إعداد حلو قوي، سهيلة توازن في الجسد ما لمستش الشبكة، شغل رائع مرة تانية، محاولة هتصد النقطة أهلاوية، مسمار يقوده هنا أمامنا، مريم متولي إلى جوار ناتاليا فرنانديز، ثنائي أهلاوي مرعب، تقفيل رائع من على حائط الصد والنقطة في صالح النادي الأهلي 19-25. قلنا مايا ممدوح خدت دورها بدلا من آية حمدي في الأوبوزيت في مركز اثنين في تشكيلة النادي الأهلي، وقلنا مايا ممدوح بالتأكيد قصة أهلاوية نجلة الكابتن ممدوح اسماعيل، وده حقق ألقاب وأرقام لما كان مدير فني مع مدرب عام الكابتن محمد صلاح في جهاز كان موجود في النادي الأهلي في وقت كان واكل فيه الأخضر واليابس وكالعادة النادي الأهلي بقيادة الكابتن ممدوح اسماعيل والكابتن محمد صلاح، وكانت قصة. وطبعا زي ما قلنا الكابتن مايا زوجة الكابتن محمد عادل دولا نجم النادي الاهلي وبطل الدوري وان شاء الله بطل الكاس، بمناسبه انه الاهلي دلوقتي بيلعب مباراه ابتدت الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره مع نادي الشرقيه للدخان، في مباراه ان شاء الله تخلص 3-0 للنادي الاهلي في اول ادوار كاس مصر للرجال. ضرب ولا اجمل بفعاليه بايجابيه بهجوم باتقان وتقنيه عاليه من مريم متولي، تخلص النقطه ال 20 للنادي الاهلي، فرق الاربع نقاط، فريق مريح، خد الكسر المره دي وبان عليه وبيخلص وما بيرحمش. ارسال امامنا مريم متولي، فلوتر توجه هنا على اي نادي، استقبال بصعوبه في محاوله حصادي قلم كره الكره في المتناول، مايا سهيله ما كانش اعداد عالي في هذه المره وناتاليا كانت متاخره لكن تتلم مره ثانيه، عادت الفرصه المره دي، صاروخ صاروخ مطرقه توجع من جديد ملعب نادي الصيد، ناتاليا فرنانديز وسهيله وفيق ترفع وتشغل هجوم النادي الاهلي بالشكل المطلوب المرغوب فيه. لاعيبه اربعه اللي موجوده في سته مع دوران هنا امامنا كانت موجوده مغطيه عمق الملعب ديفنس وفي نفس الوقت بتترفع لها الكره بالشكل المطلوب المرغوب فيه في السيستم، يعني من البصير الكره الثانيه وفي نفس الوقت من التلت مش من التلتين، يعني من المنطقه الهجوميه من الثلاثه اللي قدام مش من السته اللي ورا، لان كل ملعب متقسم 3 متر قدام و6 متر ورا هنا وهناك. يعني 9 هنا و9 هناك، يعني طول الملعب كله رايح جاي في الملعبين للفريقين 18. عموما سهيله ترفع باتقان وتخلص المطرقه اللي في وقتها وكالعاده قاضيه قاسيه في ملعب نادي الصيد ناتاليا فرنانديز البرازيليه. اخر عقد، اخر عقدها هذا الموسم بالمناسبه، هتخلص كاس، تخلص النهارده يعني وتنتهي علاقتها بالنادي الاهلي بالمناسبه، ولسه في كلام على محترفات اخريات قد ياتوا او تحديدا لاعبه واحده محترفه هتكون موجوده في تشكيله النادي الاهلي الموسم القادم باذن الله. ضرب من العالي جوه في عمق الملعب الاهلاوي فيما بين 5 و6 النقطه لصالح نادي الصيد 21-17 الافضليه الاهلاويه على ارض الملعب. ارسال امامنا داليا المرشدي السنتر، اعداد والتخليص، كره بره، لا في لمس، في لمس، كل لاعبات الصيد بيقولوا ما لمسناش لكن قرار سيادي ولا رجعت فيه، قال لك اللمس على داليا المرشدي. شوف امامنا او على هناء علاء، حتى زينة العالمي بتستفسر من منى مكاوي حكم اللقاء الاول حكم الدولي اللي بتدير هذه المباراه التحكيميه. في الاخير النقطه الهويه وده الاهم 22-17. ارسال ولا اجمل، ولا اجمل، ايس موجود وكالعاده، دي اللي تغير وتحير وتحركاتها ورفعاتها وضرباتها وارسالاتها تتصور وتتشير بالتاكيد. سهيله وفيق القصه الاهلاويه المحترفه في الكره الطائره المصريه بعد هذه البطوله في شهر يوليو، شهر 7 اللي جاي هتسافر
للولايات المتحده لاستكمال الدراسه في جامعه الينوي بشيكاغو، وتكمل بقى الثقل اللي بتاخده مع الاحتراف هناك في دوري الجامعات الامريكي، علشان لما تيجي في اجازه زي كده تضيف للنادي الاهلي، تساهم في بطوله، لانه الاهلي اهلي بطولات، مش بتاع مركز تاني ولا تالت، اهلي الالقاب، لانه دايما اللعب للكيان، جعانين بطولات. تكلم النهارده او بكلم نهله سامح، 46 بطوله النهارده، بتبحث عن البطوله رقم 47 في مسيرتها، ده غير بطولات كتير مش متسجله كمان على مستوى الناشئات وبطولات مناطق. تكلمها تقول لك يا رب انا عايز البطوله دي، طب ما عندها 46، يقول لك لا انا جعانه بطولات. حاله حال كل لاعبات النادي الاهلي، حاله حال كل فرق النادي الاهلي في كل الرياضات. ضرب وصد مشروخ والنقطة أهلاوية، إذا نقطة الشوط الثاني في المباراة بين لعبات أو بين أيدي لعبات النادي الأهلي. يد الأهلي أعلى، وأقولها يد لأن يد تميل في اللغة العربية للقوة، مش عايزين أيدي، هي يد تضرب بجد. وهنا محاولة إسقاط، لكن ديفنس رائع من مايا ممدوح، أداء سريع تخلص الكورة، العالمي إنقاذ في ستة، رفع ليلى عماد، صد ولا أجمل، مسمار يقوده نرمين المنشاوي، وحش النادي الأهلي تقفل من على الشبكه، وبلوك معمول زي ما الكتاب بيقول. اذا 25-22 شوط اول، و 25-18 شوط ثاني، افضليه اهلاويه، وخطوه واحده يحتاجها النادي الاهلي للكاس والحفاظ على اللقب والذهب في هذه الليله. اثنين لا شيء، افضليه اهلاويه، والمباراه ما زالت على ارض الملعب. إذا العودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، وأحداث الشوط الثالث من مباراة القمة والحسم للقب بالكاس والذهب، نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات موسم 2020-2021. الأهلي في مواجهة الصيد القاهري، مباراة الحسم في هذا اليوم بعد تفوق النادي الأهلي في الشوط الأول 25-22، ثم الشوط الثاني 25-18. ننتظر شوط ثالث يكون أخير بإذن الله بتفوق أهلاوي وتأكيد الزعامة لكرة الطائرة المصرية للنادي الأهلي. أول سايد أوت، أول هجمة أهلاوية، الضرب في حائط الصد كان بفعالية من نادي الصيد، يكسب النقطة الأولى في بداية أحداث الشوط الثالث على أرض الملعب. ولسه بدري على الإرسال أمامنا، هتكون ليلى عماد لنادي الصيد، بصير نادي الصيد على أرض الملعب. فلوتر، ارسال ساره، سيبال امامنا، سهيل اعداد، واو سوبر سبايك، ولا اجمل ولا اجمل. شوف امامنا هنا القرار ما بعد النقطه انه لا، كان في خطا من جانب سهيله انها جابت الكوره من ملعب نادي الصيد، وده غريبه شويه، غريبه شويه، يمكن انا ما عنديش مونيتور فمش هشوف اعاده، لكن انا شايفها سليمه من اول وهله ومن اول شكل كان حاضر على ارض الملعب مع السكند بول، كانت سليمة. ضرب خارج الملعب، ثلاث نقاط متتالية لنادي الصيد في هذه اللحظات، ثلاثة لا شيء، الأفضلية للصيد، وخدوها مني أفضلية وهمية، بس بإذن الله لازم نحافظ على التركيز ونقلل من الأخطاء ونلعب بجدية ما نتهاونش. ناتاليا، سهيلة، سارة، ضرب حائط صد، كورة هتعدي سهلة، تحدي الشبكة، أوه الخبرة، الخبرة سهيلة ولا أجمل، تحدي الشبكه كان موجود وبفعاليه كانت حاضره. اذا النقطه الاولى، يظهر فعليا في احداث الشوط الثالث النادي الاهلي 1-3. سهيل على الارسال، قلنا تغير وتحير وتحركاتها تتصور وتتشير برفعاتها المتقنه، سبب بصعوبه لكن تجاب، محاوله اسقاط، ندى وليد في السيستم، تخلص تخلص تخلص، كوره بره، ايديها لفت بزياده، اختيار داوند لاين الاخير في وجودها على ارض الملعب بعد ما نزلت في اخر ست نقاط من احداث الشوط الثاني، موجوده على ارض الملعب ومكمله مايا ممدوح اوبوزيت النادي الاهلي في احداث الشوط الثالث من المباراه. ايا النادي، سبال بصعوبه، وحش هذه المره، ناتاليا فرنانديز ونهله سامح ممكن يكون ليها دور في هذه اللحظات، حتى الكابتن حمدي صافي على طول انا بصيت له فلقيته بيبص لنهله وبيقول لها لازم تروحي هناك وتسخني، تعملي عمليات الاحماء علشان تستعد لو الامر طال، مفيش هزار، مفيش هزار، لازم يكون في تظبيط على ارض الملعب.
مايا ولا اجمل من اتنين شغال في اربعه ماشي، تضرب من العالي وتخلص الكروس كورت اللي معمول زي ما الكتاب بيقول، ضرب من اربعه جهه خمسه وتخلص النقطه الثانيه للنادي الاهلي على ارض الملعب. 5-3 الصيد يتفوق. استقبال اي النادي، اعداد ليلى عماد، الضرب سهله ندى وليد، سهيله صعبه جاب لكن ديفنس رائع منخفض موجود من سهيله، مره تانية ضرب حلوه حلوه حلوه، اهي دي الخبره اهو ده اللي يميز ناتاليا فرنانديز محترفه، لازم تضيف في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الكرات لازم تخلص. اعلى من حائط الصد تضرب بالاتقان بالداوند لاين اختيار العمق جهه مركز واحد وتخلص النقطه الثالثه للنادي الاهلي. ساره امين حلوه حلوه هتعدي سهله، شانس بول مريم مصطفى تعديها، ساره استلام اعداد في السيستم تخلص، خطا في التعامل هذه المره. لسه بنتكلم عنك كل ما نتكلم عنك يعني ابس اند داونز راحه جايه في المستوى الفني. نهله سامح عندها افضل بكتير طبعا طبعا، الكينج بالنسبه للنادي الاهلي هي اكوين بس بيتقال عليهم الاسد لان كل فتاه منهم ب 100 اسد. ماشي فلوتر ناتاليا استقبال اعداد سهيله ضرب حائط الصد والى خارج الملعب. شوف التكنيك اللي بتعمله سهيله في انها تنخفض بالجسد وبركبتيها علشان تاخد الكوره بشكل رائع علشان يحكمها على رفعه موزونه متقنه علشان تخلص مايا في هذه المره مع استخدام حائط الصد والكوره الى خارج الملعب. 6-4 الافضليه للصيد بفرق نقطتين. المنشاوي نرمين وكالعاده السكاوتنج اللي جاي من بره والداتا فولي تقول لها وجهي على العالمي في الترتيبه دي مع اللفه دي بالدوران ده بوقفه البصير بتاع الصيد، والعالمي في وقفتها دي ما تتحكمش ومع الفلوتر ما تتحكمش، ومن ثم التوجيه كان فعال بالسكاوتنج العالي عندها توجيه رائع. نرمين المنشاوي خبره بالتاكيد، افضل لاعبها كانت مع سبورتنج لما كانت معارضه للنادي الاهلي في دوره الشارقه هناك لما خسروا الفاينل مع سبورتنج امام المجمع البترولي الجزائري البطوله اللي كانت معوضه للبطوله العربيه. النهارده سبورتنج خسر مباراه البرونز ميدل الميداليه البرونزيه المركز الثالث امام نادي الزمالك مع الكابتن ماجد مصطفى بعد ما خسر مباراه نصف النهائي امام النادي الاهلي هناك في الاسكندريه. 7-5 الافضليه للصيد في احداث الشوط الثالث من المباراه. مايا ولا اجمل حائط صد مشروخ تضرب وتوجه وتخلص وما ترحمش في ملعب نادي الصيد من الاوبوزيتس. حركات قدميها او الفوت ورك او تحركات القدمين لازم يكون فيها ايجابيه فيها فعاليه مع الاعداد الموزون بالتاكيد من سهيله وفي كانت الافضل على ارض الملعب في مباراه سبورتنج وهي تثبت ذاتها في مباراه النهائي. والسريع السريع محاوله ضرب حائط صد يقل من كره الكوره اي النادي اعداد ليلى عماد محاولة ضرب من العالمي تترد كان ممكن تلمها مريم متولي لكن تديها سهلة لملعب صيد محاولة الإسقاط ذكية ذكية بلمسة ذكية من جانب العالمي برضو النهاردة عاملة زي ناتاليا فرنانديز في النادي الأهلي أبس أند داون راحة جاية في المستوى الفني لكن قدرت إنها تسقط الكرة وتأتي بفرق النقطتين مرة تانية لصالح نادي الصيد في هذه اللحظات. 8-6 للصيد في أرض الملعب. واحد وتلاتين 29 شوط اول كان زملكاوي في مباراه سبورتنج على المركز الثالث لكاس مصر. 25-23 الصيد ثم 26-24 زمالك ثم 25-22 زمالك علشان يخلص في اربع اشواط الميداليه البرونزيه. كوره ضرب حصاد يقل من قوتها مريم مصطفى في السيستم ليلى عماد ترفع بجر ضرب بره الملعب بالمره حطيتها في الاعلانات بره ايا النادي تضرب كروس ما تتحكمش دايما هي ضرباتها ضربات زاويه. تغيير ناتاليا فرنانديز مع اللفه والدوران جت على الارسال سحبها في التوقيت الكابتن حمدي الصافي. نزول من جديد للوحش الاكثر فيما بين لاعبات النادي الاهلي حققنا بطولات كابتن والقائد نهله سامح عبد القادر قصه اهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه. استقبال وحش قوي قوي مريم مصطفى ليبرو النادي الاهلي المعارض لنادي الصيد تستقبل استقبال سلبي وايس موجود نقطه مباشره مع الارسال التعادل ياتي على ارض الملعب. قلت انه تقدم وهمي طالما في جديه على ارض الملعب
وتعامل بتكتيك عالي وسكاوتنج ودادا فولي وترجمه من المدير الفني مع اللاعبات واللاعبات بيترجمنا ترجمه فوريه على ارض الملعب، اذا يبقى التقدم وهمي والاهلي يقدر يخلص. كوره في المتناول، مايا، سهيله، ساره تضرب حائط الصد تترد، سهيله، مريم، بجر ترفع، لكن ايه ولا اجمل، ساره امين معاها كل الامان للنادي الاهلي، تضرب زاويه وتخلص من اربعه فيما بين اربعه وخمسه باتقان وتقنيه عاليه تقيله كبيره من الصفقات الرابحه اللي جت للنادي الاهلي من نادي الشمس. حالها حال اي حمدي الشامي اللي موجوده على ارض الملعب، وحالها حال انجي الشامي اللي موجوده النهارده في الاستوديو التحليلي، نجمه من نجمات مركز ثلاثه وكانت من افضل اللاعبات في حائط تصدي في العالم، مش بس مع النادي الاهلي او في مصر او في افريقيا. وقصه، وبالمناسبه انه ايه الشامي اللي موجوده على ارض الملعب، ونهله سامح عبد القادر اللي موجوده على ارض الملعب، مع انجي الشامي اللي موجوده مع الكابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي النهارده، ثلاثة كانوا موجودات في انجاز كان لمصر لو تفتكروه كان يمكن الاكبر على مستوى الكره الطائره النسويه المصريه كاخير في 2011 لو تفتكروا، على مستوى الالعاب العربيه في الدوحه القطريه لما فازوا على الجزائر، والجزائر كانت في عزها باطواله في وقتها، لكن قدر منتخبنا الوطني انه يتفوق بقيادات اهلاويه مع المنتخب المصري. كره ضرب بفعاليه في هذه المره من العالي ايا النادي، كرة أولى كانت موزونة، إعداد بفعالية وتخليص بإيجابية من أي النادي. خروج أمامنا لندى مرجان ونزول على أرض الملعب لكابتن وقائد نادي الصيد رنا عبد الحليم في هذه اللحظات. هتكون على الإرسال. تستمر على الإرسال، أول ما النادي الأهلي يجيب نقطة إن شاء الله النقطة اللي جاية تخرج وتنزل مكانها مرة تانية ندى مرجان. سريعة. أهلاوية. هتخرج من جديد رنا عبد الحليم زي ما قلت لكم. هي كده، هي ترتيبة كده يعني، وخروج او نزول مره ثانيه لندى مرجان. ماشي، عموما ده السيستم السريع اللي كان موجود باعداد موزون من سهيله و التخليص من مريم الدولي. مريم استقبال العالمي، اعداد سريع عملوها باتقان، طالما العالمي استقبلت استقبال موزون اذا عندهم قدره او ادفانتج او ميزه ان هم يخلصوا الهجمه بالشكل المطلوب المرغوب فيه. مع الاعداد ميلايل عماد اللي النهارده بتعمل مباراه من افضل مبارياتها كبصير في التشكيله لنادي الصيد، تلعب الارسال يا عماد، استقبال ساره بصوابع اعداد، لكن حلوه 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 اعداد من ندى وليد، لكن حاولت تضرب ساره وجات الكره سهله في المتناول. هنا 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 التخليص اهلاوي، ولا اجمل الاوبوزيت الثقيله الكبيره سواء اي حمدي او مايا ممدوح، يا قلبي افرح فيما بين الاثنين، عناصر فعالة فتاكة مع النادي الأهلي، ضربات موجعة في ملعب الصيد وكورة بقوة ما تحكمش الديفنس لنادي الصيد. إذا النقطة أهلاوية 11-10 الأفضلية على أرض الملعب. سهيلة على الإرسال والكابتن مشيرة مفتاح بتأكد على السبستيوشنز البدلاء اللي موجودات فيما بين لعبات الأهلي والصيد هنا وهناك، إن هم يبعدوا شوية يعني ما يبقوش داخلين قوي في الملعب مع وقفتهم بره الملعب. طبعا كرة اسقاط، ديفنس رائعة رائعة، الكرة تعدي سهلة لكن ديفنس رائع. ندى وليد قصة لوحدها نتكلم عنها في وقتها. المرة دي ضرب من السريع بإتقان من جانب داليا مرشدي في الفرصة الثانية بعد الشانس بول اللي جت لنادي الصيد وبنوها الهجمة بناء سليم، لكن مجهود يذكر ويشكر من لاعبة جاية للمنتخبات الوطنية وللنادي الأهلي بالتأكيد. ندى وليد ليبرو ما يتسبش ما يتسبش، مكسب للنادي الاهلي وللكابتن حمدي الصافي. ارسال اي النادي، استقبال امامنا سهيله، اعداد الضرب حائط صدي اقل من كره الكوره، مريم مصطفى، نايل عماد، اعداد ضرب من السريع ولا مره جديده، لازم يبقى في قراءه من حائط الصد الاهلاوي. نرمين المنشاوي و سواء مايا او ساره لعبات اربعه او الترتيبه في الدوران، مين اللعبات الثلاثه اللي موجودات في المنطقه مع الدوران المنطقه الهجوميه المنوطين بالبلوك. ندى وليد، اعداد بجر، محاوله ضرب في حائط الصد وداخل الملعب الاهلاوي. هنا امامنا ظهور مره جديده لداليا المرشدي والذهاب لكسر بفرق نقطتين الافضليه لصالح نادي الصيد على ارض الملعب 13-11. عادي نقدر نلم طبعا طبعا، الكابتن حمدي الصافي تقيل على اتخاذ قرار التايم اوت الحر. اي نادي فلوتر، اعداد ساره امين تضرب في الدوران موجوده في اثنين دلوقتي، اعداد لساره مره ثانيه ضرب مع الخط لكن مريم مصطفى، اعداد بجر من المنطقه الدفاعيه سهله سهله، سهيله
بجر من جديد من المنشاوي، ضرب مع الخط، الكرة بره، ايديها لفت ما لمستش او ما ضربتش بالشكل اللي يريحها لانها مش في مكانها في وضعيه الملعب، هي في الاوبوزيت مع الدوران، وهي لعبت اربعه على ارض الملعب. نزلت شروق وخرجت سهيله وفيق ونزلت كمان مره في تغيير جوز الخيل، مايا ممدوح خرجت ونزلت مكانها اي حمدي الشامي من جديد مع الروتيشن اللي معمول، لانه اللي بدا الشوط مايا وسهيله، ومن ثم التغييره لو حدثت ما بعد ذلك هيكون نفس اللاعبتين اللي خرجوا يدخلوا مكانهم وهكذا. ضرب بفعاليه في هذه المره ما زالت مع دورات موجوده، كانت في اثنين لاعبه اربعه في تشكيله النادي الاهلي، ساره امين لكن ضربت باتقان ضرب الزاويه الفعال علشان تحط النقطه 12 في صالح النادي الاهلي. 14 12 صيد متفوق. مريم مصطفى الى العماد السريع، ما قفلوش صح، ما قفلوش صح الثنائي الاهلاوي هنا امامنا، اي حمدي ونرمين المنشاوي شويه قالوا من معدل التركيز، ومن ثم يجب ان يكون هناك رفع في معدل التركيز وتقليل الاخطاء والقراءات المبكره وعدم ضمان الفوز. فلوتر موجه ندى وليد، شروق، اعداد ايه، الضرب ولا اجمل اسقاط لكن ديفنس رائع من ايه النادي، محاوله ثانيه للضرب لكن امامنا هنا نهله سامح، اعداد سامح، ضرب جهه واحد، ارياء فعاله الحقيقه النهارده مع الاعداد وديفنس، اتحدث عنها ليلى عماد، كوره ايه تضرب في حائط الصد يقلل من قوه الكوره، ليلى عماد اوت اوف سيستم في متناول حائط الصد، كوره يقلل من قوتها لكن تاخد اللولبه وتسقط في الملعب الاهلاوي، وكان تاخر في القراءه من جانب ايه حمدي. اذا النقطه لصالح نادي الصيد 16 12 بفرق الاربع نقاط، وده اول مره في احداث المباراه في شوطها الاول والثاني والثالث يروح بفرق الاربع نقاط نادي الصيد، او يروح اصلا للتكنيكال تايم اوت او وقت مستقطع فني اجباري متفوق على النادي الاهلي. تعليمات توجيهات والعب على مي ممدوح حسني المحلل التقني اللي بتشتغل على الداتا فولي والسكاوتنج مع الكابتن حمدي الصافي والكابتن ياسر صلاح والكابتن ايمن فؤاد، والشغل اللي هيكون موجود على ارض الملعب. بالمناسبه كابتن ياسر صلاح مش موجود النهارده في الجهاز الفني او مع الجهاز الفني، كابتن ايمن فؤاد الى جوار الكابتن حمدي الصافي والكابتن ايهاب حسن طبعا العميد المدير الاداري والكابتن اشرف عباس الاداري ودكتور هدير وحيد الطبيب ومنة الله عادل العلاج الطبيعي والكابتن رانيا عبد العزيز المخطط للاحمال وبطل العاب القوى السابقه طبعا واللي موجوده في تشكيله الجهاز الفني للنادي الاهلي على مستوى الكره الطائره. ده بالنسبه لجهاز النادي الاهلي. نهله استقبال شروق اعداد، ايه تخلص، ايه تخلص، عندها الحل، هي الحل، تطير وتسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي. اعداد موزون خلفي رائع جهه الاوبوزيت جهه اثنين من شروق فؤاد وتخليص من ايه حمدي، تشتغل قلنا تشغل هجوم النادي الاهلي. 13 الاهلي 16 الصيد وخدت دورها على ارض الملعب في ثلاثه بدلا من المنشاوي نرمين. مي غزال على الارسال لكن الاعداد والضرب باتقان في هذه المره مع ديفنس، قوه الضربه ما تحكموش دفاع النادي الاهلي. اذا 17 الصيد 13 النادي الاهلي على ارض الملعب. ارسال امامنا هدير يسري في هذه اللحظات، فلوتر توجه استقبال ساره امين، اعداد شروق، نهله نهله تضرب، حائط صد النهارده فعال، فعال مش انه بيجيب نقاط مباشره، المره دي ضرب والشبكه حبه. نادي الصيد حبه العالمي ماشي تعدي 18 13 لكن حائط الصد بتاع الصيد عنده فعاليه مش فعاليه، والفعاليه غير المعدل بالمناسبه. المعدل معدل ايجاد النقاط من حائط الصد لكن الفعاليه انه بيقلل من قوه ضربات النادي الاهلي ومن ثم بيدي فرصه اكبر لفعاليه الضربات او بناء هجمات لصالح نادي الصيد علشان ياخد الاسبقيه على النادي الاهلي او على الاقل يسير النادي الاهلي حتى ما كان في الشوط الاول اللي تفوق فيه النادي الاهلي 25 22 او الشوط الثاني اللي تفوق فيه النادي الاهلي 25 18. وهنا تفوق جديد لايه حمدي على ارض الملعب من الاوبوزيت، تضرب في حائط الصد وتخلص النقطه ال 14 النادي الاهلي. كوره ضرب اما فائت وراقت بدات تفعل الهجوم بالنسبه لنادي الصيد. زينه العالمي تضرب اعلى من حائط الصد جهه الزاويه جهه خمسه، وتاخير في التعامل الدفاعي من جانب نهله سامح عبد القادر، تعدي تعدي
19 صيد 14 الاهلي، متفوق النادي الاهلي 2 لا شيء حتى الان من اشواط، ولسه المباراه على ارض الملعب. العالمي زينه على الارسال، توتر توجه سارة امين، استقبال شروق عداد سريع سريع، حل من الحلول التكتيكيه الايجابيه اللي لازم ان تنتهج، لانه مريم دايما بتكون اعلى من حائط الصد وبتعرف تتعامل، ومن ثم يجب ان تستغل. نهله سامح عبد القادر على الارسال، توجه مريم مصطفى، استقبال بصعوبه لانها كانت متاخره، تترفع حلوه نهله، قوه الضربه قوه الضربه. أي النادي قلنا بتدرس وبتلعب ايضا في دوري الجامعات الامريكي هناك في جامعه كانساس بالولايات المتحده الامريكيه، حالة عندنا في النادي الاهلي سهيله وفيق هناك في الينوي بالشيكاغو في الولايات المتحده الامريكيه، الاثنين عندهم قدرات. أي النادي هي اللي تخلص النقطه الاخيره، محاوله للاسقاط لكن ساره امين بصعوبه، ايه رفعت مش باتقان، وايه كانت متاخره، وبدايه الهجمه مع استقبال كره اولى ضعيف ادى الفرصه انه الهجمه تبوظ من لعبات النادي الاهلي. 21 الصيد 17 او 15 النادي الاهلي. على الارسال امامنا ندى مرجان دوليه برضو، وكتير من لعبات نادي الصيد دوليات كتير، لكن لعبات النادي الاهلي كلهم دوليات. كوره تحاول تجيبها برجليها وليها الحق لكن ما تتحكمش في هذه المره. هدير يسري لاعبة الاوبوزيت في تشكيلة نادي الصيد، اذا النقطة اهلاوية. 16 الاهلي 21 الصيد على ارض الملعب. فلوتر مريم متولي توجه على العالم اللي بدأت ترفع من معدل التركيز مع استقبال الكرة الأولى، ضرب بقوة مريم، سارة هتعدي سهلة من نهلة سامح عبد القادر، شانس بول للصيد. مريم نال عماد محاولة اسقاط تتلم حلوة قوي من شروق، مريم سارة عندها الحل تحاول تضرب جهة واحد لكن ملمومة سهلة من جانب هدير يسري، محاولة هنا الإسقاط مرة تانية، ترانزيشن تحول ما بين الدفاع والهجوم، سارة أمين تعديها سهلة. فرصة ثالثة للصيد، محاولة ضرب حصاد يقل من قوتها، المرة دي ممكن تخلص، المرة دي ممكن تخلص، المرة دي ممكن تخلص. آية تحاول الإسقاط لكن العالمي صحية مرة تانية، أوه صاروخ من ثلاثة تضرب بإتقان بعد ترانزيشن انتقالي أو تحول فيما بين الدفاع والهجوم أو رالي فيما بين الفريقين يكسبوا في الأخير. داليا المرشدي مع ضرب من ثلاثة المطرقة هنا في هذه المرة، لكن المطارق الأهلاوية هي اللي بتخلص البطولات مش نقاط. سارة أمين من السريع، قلنا لازم ينتهج لعب السريع، لازم ينتهج لعب السريع. المرة دي غزال النادي الأهلي، مي غزال كانت إحدى أهم اللاعبات اللي موجودات مع منتخبنا الوطني تحت 16 عام في مونديال مصر 2019 بالتأكيد لو تفتكروا. شروق ارسال الكره بره، 23 الصيد 17 الاهلي. احمد فتحي وافكاره مع ارتفاع معدل التركيز وتقليل الاخطاء والتكتيك اللي بينتهج من لاعبات نادي الصيد عاملين حاله في هذا الشوط. ايا النادي استقبال ندى وليد بصعوبه، خلاص خلصت استقبال الكره الاولى، قلنا عليه العين انه يا يبوظ الهجمة الأهلاوية أو يصحح الهجمة الأهلاوية ويخليها فعالة على أرض الملعب، ومن ثم كان استقبال ضعيف ندى وليد والنقطة لصالح نادي الصيد. 24-17 نقطة الشوط بين لاعبات نادي الصيد، خلص الشوط؟ لا، يقدر النادي الأهلي يرجع حتى ولو على نقطة الشوط. سارة تضرب كروس رغم إن مش في مكانها وما بترتاحش قوي جهة العالي، لكن قدرت إنها أو جهة الأوبوزيت، هي بترتاح جهة العالي جهة أربعة لكن موجودة مع دوران جهة الأوبوزيت جهة اتنين، وقدرت انها تضرب وعدم قدرة على التعامل من جانب هدير يسري علشان تخلص النقطة أهلاوية. 18 استقبال مريم مصطفى، سايد أوت للصيد، محاولة ضرب من السريع، ندى وليد هتعدي سهلة، شانس بول من جديد لنادي الصيد. ليلى عماد ضرب حائط الصد لسه فيما بين أيدي لاعبات نادي الصيد، محاولة ضرب من ستة لاعبة أربعة هنا كانت أمامنا، أي نادي تترد ضرب من المنطقة الدفاعية جوه الملعب، قرار مزدوج، قرار مزدوج، قال لك محمد بدوي ان الكره جوه، وقال لك محمد نبيل مراقب الخط الثاني ان الكره بره، لكن القرار السيادي اللي ما فيهوش رجعه على ارض الملعب منى مكاوي حكم اللقاء الاول الدوليه اللي اكدت ان الكره اهلاويه، ومعاها في هذه اللحظات احمد فتحي حكم المدير الفني ما بعد قرارات حكام المباراه انه ياخد تايم اوت حر محق ليه في احداث الشوط الثالث من المباراه علشان يوقف
نزيف النقاط او بالاحرى يوقف او يقلل من تركيز لاعبات النادي الاهلي علشان ما يستمرش في العوده. والاهلي قلت حتى ولو نقطه المباراه وفرق 5 أو 10 نقاط الطبيعي يقول انه اللي عنده نقطه المباراه خلص عنده فرص كتير متعدده للحسم، لكن النادي الاهلي بالخبرات وبالقدرات يقدر ان هو يلم الفرق ده ويرجع. طبعا طبعا لو تفتكروا 2015 امام تونس اتذكر منتخب الرجال وكان متاخر و24 19 لنادي للمنتخب التونسي، ولكن في الاخير مصر تفوقت في الشوط كان فيه متاخر وعلى بعد نقطه المنتخب التونسي من الحسم. لسه بتكلم ولسه بقول فكره العوده ان انت ما تفقدش الامل حتى لو الغريم اللي قدامك او الفريق اللي قدامك عنده نقطه الشوط، العب على انك تجيب الفارق، خلي عندك ثقه وثقل على ارض الملعب. والاهلي عنده الثقه والثقل على ارض الملعب وعنده لعبات دوليات ثقيلات في عالم الكره الطائره النسويه. 20 الاهلي 24 الصيد، سايد اوت للصيد، سيبال مريم مصطفى، اعداد ليلى عماد، كوره يخلصوها في هذه المره. طالما سيبال الكره الاولى مميز، اذا رفعه موزونه من ليلى عماد وتخليص من دلال المرشدي. اذا شوط ثالث 25 20 للصيد علشان يبقى شوط اول اهلاوي وشوط ثاني اهلاوي وشوط ثالث للصيد، وتمدد المباراه لشوط رابع وننتظر الافضليه الاهلاويه باذن الله. ولسه المباراه على ارض الملعب. اذا العوده من جديد مره اخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان واحداث الشوط الرابع من نهائي كاس مصر للكره الطائره للسيدات موسم 2020 2021. الاهلي كبير الكره الطائره المصريه وكبير الكره الطائره الافريقيه والعربيه واحد كبراء الكره الطائره العالميه بالارقام والانجازات، واللي هتزداد او هتزداد النهارده الارقام والانجازات اللي هتزداد النهارده باذن الله، والجماهيريه بالتاكيد الكبيره والعريضه اللي النهارده بتدعم النادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي فتيات الذهب في مواجهه نادي الصيد القاهري. بعد شوط اول انتهى بافضليه اهلاويه 25 22، وشوط ثاني انتهى بافضليه اهلاويه 25 18، شوط ثالث انتهى بافضليه الصيد 25 20، وشوط رابع ننتظره الاخير في هذه المباراه بتفوق اهلاوي باذن الله هيبدا على ارض الملعب في هذه اللحظات علشان نخلص وناخد اللقب بالكاس والذهب ونفرح كل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي موجود النهارده في مقصوره الصاله الرئيسيه هنا في نادي الشرقيه للدخان لمتابعه هذه المباراه، ومجلس اداره النادي الاهلي والكل من المريدين لتفوق النادي الاهلي والاستمرار في البطولات والانجازات. اولى نقاط نادي الصيد في بدايه احداث الشوط الرابع من المباراه. داليا المرشدي اللي خلصت اخر نقطه في الشوط الثالث هي اللي ابتدت باول نقطه في الشوط الرابع، لعبت السنتر لعبت ثلاثه في تشكيله نادي الصيد عامله حاله برضه. كوره ساره امين تضرب لكن حال صادي علم كويتا تتلم، محاوله هنا للاسقاط باتقان باتقان. كمان مره داليا المرشدي ولما فاقت ورقت حلقة حال زين العالمي عملوا حاله في تشكيله نادي الصيد وفي اداء لاعبات نادي الصيد على ارض الملعب. 2 لشيء الصيد في بدايه احداث الشوط الرابع. كوره ناتاليا السريع ولا اجمل شروف فؤاد، مريم متولي تكتيك لازم ينتهج بشكل اكبر بشكل اكبر مع التنويع بالتاكيد وما نديش قراءه من البصير سواء كان سهيله او شروف فؤاد، لكن يبقى السريع عنصر مؤثر لانه في ثغرات من ثلاثه في تشكيله او من دفاع الشبكه في تشكيله نادي الصيد. استقبال ضعيف هذه المره من اي النادي، وايس موجود بنقطه مباشره مع ساره امين، تعديل تقفيل للشوط من بدايته على ارض الملعب 2-2. كابتن حمدي بيقول لها وجهي فين وازاي وامتى وليه مع ترتيب الدوران ووقفه البصير في تشكيله نادي الصيد هيكون ايه الوضع؟ توجه على ماري مصطفى، استقبال ليلى عماد، اعداد، محاوله للضرب بقوه فهذه المره اي نادي تصحح خطاها ما بعد، استقبال ضعيف للكره الاولى وايس كان موجود للنادي الاهلي هذه المره تستقبل باتقان كانت مريم مصطفى واعداد موزون من ليلى عماد وتخليص من الاوبوزيت لاي النادي. على الارسال للنادي في هذه اللحظات مستنيه الكوره ومريم مصطفى تجيبها لها ماشي. شوط رابع ننتظره الاخير باذن الله على ارض الملعب بافضليه اهلاويه. سيبال ناتاليا فرنانديز، اعداد السريع السريع السريع، في لمس في لمس مفيش لمس. مريم متولي ما تظبطش زوايا، كره محتاجه ظبط زوايا من مريم متولي سنتر النادي الاهلي، والاهلي يفتقد
فريد العسقلاني ويفتقد دعاء الغباشي، الاثنين اللي موجودين في الكره الطائره الشاطئيه وعندهم تصفيات اولمبيه. حصد كره اهلاويه، الكره اهلاويه. كابتن احمد فتحي يعني بيعترض بقرار من مشيره مفتاح حكم اللقاء الدولي، الحكم الثاني في هذه المباراه، لكن القرار سيادي ولا رجعت فيه، قضي الامر بخطا فني في التعامل. ارسال مريم مصطفى، استقبال كره اولى بصعوبه، العالمي اعداد من منطقه دفاعيه ما يطلع لهاش حق صد مثل هذه الكرات. شروق ناتاليا، اوه صاروخ مطرقه في وقتها توجع ملعب نادي الصيد هنا امام الظهور من العالي، لاعيبه العالي في التشكيله الاهلاويه. ناتاليا فرنانديز المحترفه البرازيلية تخلص نقطة مهمة على أرض الملعب. 4-4 تعديل تقفيل في أحداث الشوط الرابع من المباراة. مريم متولي فلوتر مع جنب توجه العالمي، بوظت الهجمة، هتعدي في المتناول وما تعديش بالمرة، حطيتها في الشبكة والنقطة لصالح النادي الأهلي. إذا 5-4 أول تفوق في الشوط الرابع لنادي الأهلي على أرض الملعب. مريم متولي ما زالت على الإرسال، توجه مع جنب كرة قدرتها صح مريم مصطفى في هذه المرة، قدرتها صح. إرسال خارج حدود الملعب، 5-5 تعديل تقفيل للشوط في هذه اللحظات. على الإرسال داليا المرشدي هتوجه، سارة أمين تستقبل، شروق ترفع بجر، ناتاليا قوية هتعدي سهلة، هتعدي سهلة، تتلم غزال، شروق سريع، غزال ولا اجمل، غزال بنت الحلال اللي تحط الكوره في اجمل صوره، ما ضربتش بقوه بس برضو توجع الملعب لنادي الصيد. اسقاطه بمعلمه لانها كشفه كويس قوي ما يدور في قلب ملعب نادي الصيد والتغطيه فين وتوجه امتى وازاي. ايه الشامي ولا اجمل مره ثانيه، ارسال برضو بمعلمه، البرج جبل العضلات المحترفه الحقيقيه في الكره الطائره المصريه ايه حمدي الشامي تحط ايس معمول زي ما الكتاب بيقول في دوري الامم، يقول لك ايس 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 ويغنوها لانه الايس غالي وغالي ثمنه فيه طبعا. كمان مره استقبال بصعوبه، هتعدي سهله من مريم مصطفى، شانس بول للنادي الاهلي. ندى وليد، شروق، واو صاروخ، تعدي سهله من الفيرست تايم، خلصيها خلصيها ولا اجمل، مي غزال بنت الحلال اللي تخلص وما ترحمش وتاتي بالوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الرابع من المباراه بافضليه اهلاويه وبفرق 3 نقاط. تغييره في محلها ووجودها على ارض الملعب مؤثر بشكل او باخر. مي غزال خبره الصغار مع منتخب الناشئات تحت 16 عام ثم التواجد مع النادي الاهلي والفريق الاول حال حال فريده الحناوي، اثنين خدوا الثقل والثقه مع المنتخبات الوطنية على مستوى الناشئات والبطولات. والبطولات نكمل نكمل، احنا لو اتكلمنا عن مسيرة البطولات وتحت 18 عام فريق النادي الاهلي بنات اللي توجنا باللقب على حساب نادي الصيد برضو ونادي الزمالك والاندية اللي موجودة خلال هذا الموسم منذ ايام، يعني الاسبوع اللي فات وكانت برضو مي غزال موجودة وكانت احسن لعبة في المباراة امام نادي الصيد بمناسبة نادي الصيد الغريم اللي موجود النهاردة. كرة سهلة سهلة تضرب بجراءة من اي نادي لكن ندى وليد، اوه صاروخ هتعدي بره، تقدرها صح وتسيبها بره اي حمدي. اذا الاهلي فاق وكان الشوط اللي فقدوه الشوط الثالث من المباراه استفز لعبات النادي الاهلي وقدرات وخبرات وثقل وثقه اللي موجوده عند لعبات النادي الاهلي، ومن ثم لا تيجي على بطوله يقول لك لا ما بنهزرش وما بنرحمش نلتهم. الثقه الزايده تعمل كده، بس العامل السيكولوجي، ما هو الكابتن حمدي الصافي مش هيكلم معاهم فنيا بس، ما هو ممكن يديهم كل حاجه فنيا وهم مش قادرين، لكن يقدروا لما يكونوا واعيين مركزين صحيين على ارض الملعب. ساره شروق ضرب صاروخ، لكن ساره رائعه في التغطيه مره ثانيه. ايه حمدي صاروخ جديد، كوره ما تعديش ما تعديش، المطرقه اللي في وقتها اللي ما تقدرش من خلال قوه الضربه انها تحكم ايه نادي على التعامل الدفاعي، ومن ثم النقطه اهلاويه على ارض الملعب. 10-6 ركب الجيم من بدايته النادي الاهلي وبيبني على هذا التفوق. ناتاليا فرنانديز المحترفه البرازيليه في التشكيله الاهلاويه تسقط الكوره، اي نادي اعداد ليلى عماد، كوره هتصد من خروجه او من ظهوره
على ارض الملعب مشروخ ومش مقرب والايد مش من بره لجوه بالشكل الايجابي حقيقي. حائط صد من المرات القليله اللي ما نشوفش فيها حائط صد فعال سواء من شروق او مي غزال. لكن نقطه وتعدي، لازم التعديل، لازم التعديل على مثل هذه الاخطاء السهله والساذجه، لانه البلوك يرفع من معدل فعاليه نقاط النادي الاهلي ويقلل من حيله ضربات لاعبات الصيد. لمستين خطا فني برضو من شروق، من الممكن انه يكون هناك استعانه بسهيل وفيق للتنشيط على مستوى صناعه اللعب. الاثنين من اللاعبات الثقيلات الموهوبات في صناعه اللعب بالنسبه للكره الطائره. كره غزال شروق تزقها، مريم مصطفى تلمها، يلاقي العماد تعد والضرب بقوه في هذه المره من لاعيبه اربعه في تشكيله نادي الصيد. اي النادي وهي النادي كانت مع فريده الحناوي ومي غزال من النادي الاهلي في منتخبنا وفي تشكيله منتخبنا الوطني في مونديال مصر اللي كنا فيه تاسع لو تفتكروا تحت 16 عام. كلهن خدوا الثقه بنون النسوه عشان ما يزعلوش مننا، بس خدوا الثقه والخبرات من سن صغير ومن ثم بيخدموا دلوقتي سواء في تشكيله الفريق الاول للنادي الاهلي او نادي الصيد. كره تعدي سهله تتلم، ندى مرجان اعداد محاوله للاسقاط بمعلمه وبمهاره وباتقان وتقنية عالية الحقيقة من جانب أي النادي في هذه المرة الإسقاط، لأنها قارئة جيدة لما هو خلف حائط الصد من الكفر اللي كان متأخر أو كان صعب إن هو يتعمل ما بعد حائط الصد، ومن ثم إسقاطة بنجاح من أي النادي. العالمي زينة على الإرسال توجه ناتاليا، استقبال وحش قوي، تجيبها ما تجيبهاش شروق فؤاد. إذا إيس موجود، العالمي توجه صح وناتاليا فرنانديز ممكن ان يكون في نهله دلوقتي. لسه بتكلم، لسه بقول لازم تيجي نهله تاخد دوره على ارض الملعب، تظبط الديفنس وتظبط الضرب وتظبط استقبال الكره الاولى، لان لاعيبه اربعه بتعمل كل حاجه على ارض الملعب. يعني كل المراكز ليها ادوار الا لاعب اربعه يعمل كل حاجه. العالمي استقبال نهله، ساره ترفع، تعدي سهله، غزال تعديها، مريم مصطفى، ليلى عماد، الضرب بقوة، لكن هنا ده اللي بتكلم عنه ديفنس. لعيبة أربعة اللي جاية على أرض الملعب بتعمل شغل عالي. نهلة سامح، كرة تعدي، الضرب بقوة في هذه المرة، بقوة في هذه المرة من ثلاثة. ندى مرجان تضرب كرة ما بعد ترانزيشن، ما بعد تحول دفاعي هجومي هجومي دفاعي، لكن يكسبوا الثقة من مثل هذه النقاط ما بعد الترانزيشن الانتقالي. لازم إنه يكون في كلام من الكابتن حمدي الصافي إنه يهدي لعباته، لأنه الفريق اللي بياخد ما بعد الكرة اللي راحة جاية فيها رالي فيها تبادل في ما بين الفريقين تحولات يعني أو ترانزيشن انتقالي بتتقال كده في عالم الكرة الطايرة، إنه لا لازم يكون في تهدئة، لأنه الفريق اللي بيكسب النقطة الترانزيشن الانتقالي بياخد ثقة والفريق اللي قدامه بيهبط. لكن خبرات لعبات نادي الأهلي خلتهم يعودنا على أرض الملعب بشكل سريع، ومن ثم سارة أمين تظهر وتبان عليها الأمان في مرة جديدة من العالي تخلص ضرب جهة واحد بداند لاين. هنا اختيار سارة أمين علشان تخلص في واحد من أربعة النقطة 11 لصالح نادي الأهلي. بيتأكد الكابتن أحمد فتحي من ترتيب الدوران. مي غزال على الإرسال، مريم مصطفى استقبال بصعوبة، إلهي العماد محاولة إسقاط، مريم مصطفى رائعة تترفع بجر من شروق، الضرب من سارة صاروخ تتلم بصعوبة، هنا 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 بتاعتنا بتاعتنا بتاعتنا. مريم متولي صاحية واعية فاهمة وعارفة بتعمل ايه في مكانها. الظهور للبرج الاهلاوي مريم متولي، قلنا مفتقدين، طبعا مفتقدين لفريدة العسقلاني في مركز ثلاثة مؤثرة وكالعادة، لكن مهمتها الوطنية مع منتخب الشاطئية مهمة يستحملها نادي الاهلي، لان الاهلي ما بيوقفش على لعب حتى وان كانت في مهمة وطنية، عنده اللي وراه اللي يسد ويهد قدام اي حد. تايم اوت مطلوب 12-12، اول تايم اوت حر محق للكابتن احمد فتحي في احداث الشوط الرابع من المباراه. احمد فتحي كمدير فني ورئيس قطاع الكره الطائره النسويه في نادي الصيد، معاه الكابتن محمد عبد الرحمن كمدرب عام وكابتن سيد طه كمدرب عام، اثنين مدربين. كابتن سيد طه كان في الجهاز الفني لمنتخب النشاط تحت 16 عام بالمناسبه، المونديال اللي بتكلم عنه اللي اخرج لعبات كثيرات لنادي الاهلي ونادي الزمالك ما بعد ذلك من قطاعات الناشئين او النشات. معاه مصطفى رمضان مدرب. كوره استقبال ضعيف، هنا تضرب كروس بدون حائط صد صح، يعني سريع 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 اللي بتكلم عنه، لازم الهجمه ما هي ما تجيش غير كده، ما هو لا يفل الحديد الا الحديد.
وتضرب من قريب او من بعيد، لازم تخلص وما ترحمش المطرقة اللي توجع من جديد ملعب نادي الصيد. هنا الظهور لمريم متولي، 13-12 افضلية اهلاوية على ارض الملعب. غزال النادي الاهلي، والكرة الطائرة المصرية على الارسال، صغيرة السن كبيرة القيمة، مريم مصطفى استقبال، اعداد ضرب تاخد الحد الاعلى للشبكة وجوه الملعب. لو لم تكن الكرة لمسة للخط الجانبي لملعب النادي الاهلي او جوه ملعب النادي الاهلي يعني، والخط جزء من ملعب النادي الاهلي، واللمسه ولو بملي تبقى داخل ملعب النادي الاهلي، لو ما لمستش في الخط او جوه ملعب النادي الاهلي كانت هتتحسب النقطه اهلاويه، لانه الكره ما لمستش في حائط الصد، لمست في الحد الاعلى للشبكه فيما بين الفريقين. تغييره مع النزول للكابتن وقائد لنادي الصيد رنا عبد الحليم على الارسال، توجه نهله استقبل استقبال ضعيف، تعدي 14-13 الصيد ياتي بتفوق من جديد على ارض الملعب، لكن مش بالكسر، تعادل يعني ايكوال. 14-13 الصيد يتفوق، والهجمه اهلاويه اللي جايه، بس استقبال الكره الاولى لازم يكون مميز. هي هتوجه الفلوتر على نهله سامح، نهله هتستقبل زي كده اوت اوف سيستم. ساره تحاول تضرب بالجراءه تاخد حائط الصد، تتلم العالمي هتعديها سهله ليلى عماد، شانس بول سريع. هو ده اللي كنت بتكلم عنه، التكتيك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول، خلصي من السريع. لما يبقى عند لاعبات النادي الاهلي رفاهيه النتيجه، متفوقات بالاحرى على ارض الملعب بشكل كبير، ننوع في الضربات. هم بيقروا، هم عندهم فوت ورك عالي، وعندهم حائط الصد بيقلل من حيله الضربات من الاوبوزيت او من اثنين او لاعيبه اربعه اللي بتيجي من سته لثلاثه، بس لما تتعمل باتقان بتخلص الحقيقه للاعيبه اربعه اللي بتيجي من سته لثلاثه او الستروك اللي بيتعمل. لكن من السريع نكسب كتير، من السريع نكسب كتير. شروق رسال مريم تقدرها وتسيبها بره، اذا 15-14 الافضليه للصيد بدون كسر، اذا ايكوال جيم على ارض الملعب. ما بعد السكند تكنيكال تايم اوت، اللي هيوصل له الاول النقطه رقم 16 يعني، هنبدا نتكلم في مين الاكثر تركيزا والاقل اخطاء. السبب بصعوبه كوره، اي حمدي تضرب في العمق تجيبها العالمي بصعوبه، لكن رائعه العالمي تعديها سهله. مريم مصطفى، ندى وليد، اعداد سريع سريع سريع. هو الحل، ما هي ما تجيش غير كده، ينفذوا التنفيذ المثالي والعالي. شروق تخلص باعداد قصير، ومريم مصطفى تضرب المطرقه، او مريم متولي بقى هي اللي تضرب المطرقه في وقتها علشان تخلص النقطه رقم 15 للنادي الاهلي، والافضليه اهلاويه على ارض الملعب. ساره سيبها لمريم، لا الاعماد الاعداد ورا 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 ورا، ظهرها لورا ما تتحكمش، عدتها سهله اوت اوف سيستم. لكن ايه تضرب نهله تنقذ، اعداد السريع محاوله تنقذها نهله، قصه وحكايه وروايه في عالم الكره الطائره المصريه والاهلاويه. مره ثانيه من السريع حائط الصد، تتجاب ما تتجابش، استخدمت حائط الصد لصالحها في هذه المره داليا المرشدي. اذا 16-15 بفرق النقطة الواحدة الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الرابع من المباراة بأفضلية للصيد بفرق النقطة الواحدة. وزي ما قلنا مفيش كسر، يعني ايكوال جيم فيما بين الفريقين على أرض الملعب. تعليمات توجيهات بما قل ودل الكابتن أحمد فتحي هنا، حلول الاستمرارية في هذا التفوق وما يديش فرصة إنه الأهلي يركب من جديد الجيم ما بعد النقطة رقم 16. خلاص قلنا الأكثر تركيزا والأقل أخطاء، لكن الكابتن حمدي الصافي مع التعليمات والداتا فولي اللي جاي من بره ونقاط القوة والضعف هنا وهناك، الكيفية في التقليل من الأخطاء، الحفاظ على معدل التركيز والإطار، الإيقاع المناسب اللي لازم يتنفذ على أرض الملعب في الهجمات اللي جاية بدون أخطاء. فلوتر هتصد تتلم هتعدي سهلة، تحدي الشبكة، تتجاب نهلة تحاول تجيبها ما تجيبهاش، عكس حركة القدمين تحاول تجيبها نهلة ما تجيبهاش. 17-15 دلوقتي الصيد خد الكسر، مش عايزين نروح لشوط خامس فاصل وحاسم نقلق فيه، لكن عامل شغل عالي الكابتن أحمد فتحي مع لعباته وما قبل المباراة بقراءة جيدة للتكتيك والاستراتيجيات والأسلوب والأطر التكتيكية اللي بيلعب بها النادي الأهلي ولعبات النادي الأهلي ونقاط القوة والضعف، بالارقام اللي جايه من مباراه سبورتنج، بالارقام اللي جايه من مباريات النادي الاهلي، حتى مباراتهم في الجوله الاخيره الاهلي وصيد في اهلي الجزيره، عامل السكاوتنج والارقام بالداتا فولي علشان يوصل لشغل عالي النهارده بيقدمه على ارض الملعب. مره ثانيه
مي غزال ترفع، آية تسقط، مريم مصطفى تعمل الديفنس للصيد، محاولة هنا للضرب، تستخدم حائط الصد لصالحها، فهذه المرة زينة العالمي 18-16. الصيد يتفوق بفرق نقطتين على أرض الملعب، مباراة مشتعلة، قمة النار والشرار، قمة الاشتعال فيما بين الفريقين وليها حلاوة. ومن ثم النادي الأهلي النهاردة يحقق اللقب هيبقى ليه طعم مختلف، لأنه كان أمام غريم عنيد، لكن مين يكسب في الآخر؟ النادي الأهلي بإذن الله. تغيير، التغيير، تأخير التغيير، فما تمش من لعبات النادي الأهلي أو فيما بين لعبات النادي الأهلي. نهلة سامح و ناتاليا فرنانديز جد دلوقتي التغيير بإشارة من كابتن مشيرة مفتاح الحكم الدولي الحكم الثاني لهذه المباراة. ونزول من جديد هنا أمامنا لداليا المرشدي في ثلاثة بدلا من نادين زعتر في هذه اللحظات. والسايد أوت للصيد، الإرسال أهلاوي، واخدين الكسر 18-17. ليه واخدين الكسر؟ مع انه فرق نقطة واحدة مش كسرة، الكسر يعني فرق نقطتين، لأنه السايد أوت كان بتاعهم، ففرصة عندهم إن هم يجيبوا فرق نقطتين وجابوه بخطأ على الإرسال من آية الشامي. تعدي 19 صيد 17 النادي الأهلي. إرسال أمامنا هدير يسري الأوبوزيت في تشكيلة الصيد، استقبال سارة أمين، إعداد شروق، ناتاليا تضرب بقوة لكن حصاد صدي أقل من كرة الكرة، وديفنس رائع من ايا النادي. مره ثانيه حائط صد تتلم، فرصه ثالثه العالمي تحاول تضرب بره، قال لك جوه، قال لك جوه، لمست ما لمستش اللاين مان، الحكم المراقب للخط الثاني اللي هو محمد نبيل اشار ان الكره لمست ولو بملي، ودي صعبه انها تتقدر، لكن قال لك لمست الخط. ومن ثم كره لنادي الصيد من 2-1. سيبال ضعيف، ناتاليا، آية تضرب، صاروخ، تعدي بره، آية الحل، جبل العضلات الأهلاوي يشتغل رغم إنها ضربة من المنطقة الدفاعية لكن قدرت إنها توجه بإتقان وتقنية عالية. 18 الأهلي 20 الصيد في هذه اللحظات. ناتاليا فرنانديز على الإرسال. فلوتر توجه العالمي، استقبال رفعت من معدل التركيز مع استقبال الكرة الأولى، مرة تانية تاخدها لكن ناتاليا ديفينس، اعداد غزال، محاولة للاسقاط ما تتحكمش، ظهرها كان لورا. سارة امين كورة تعدي سهلة بره 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 بالمرة، اذا النقطة اهلاوية بعد تحدي موجود. 19 الاهلي 20 الصيد، وبنرجع في النتيجة وباذن الله شوط اخير في المباراة علشان يخلص الاهلي 3-1، ويبقى سيناريو مكرر من مباراة الجولة 22 من الدوري والاخيرة في مرحلة التتويج، مباراة الاحتفالية اللي تفوق فيها النادي الاهلي 3-1. كورة من المنطقة الدفاعية سهلة دي، ناتاليا شروق، سريع 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 سريع، من بدري قلنا السريع، وتخلص غزال بنت الحلال من السريع هنا امامنا مع اعداد موزون قصير وضرب سريع من جانب مي غزال علشان تحط النقطه رقم 20 وتعدل وتقفل الشوط على ارض الملعب. دخلنا في النقاط الهامه والحاسمه في قمه النار والشرار، قمه الاشتعال فيما بين الفريقين هنا في نهائي كاس مصر للكره الطائره سيدات 2020. تايم اوت حر اخير محق للكابتن احمد فتحي على ارض الملعب. كابتن مشيرة مفتاح بتاكد على الكابتن احمد فتحي ان انت خلصت التايم اوت بتاعك، مالكش تاني. الاثنين المحرك الحرين المحقين دي، خطا مش في وقته، خطا مش في وقته، كان لازم تتحكم. البرازيليه ناتاليا فرنانديز المحترفه في التشكيله الاهلاويه، كان لازم تتحكم، لاعيبه اربعه في تشكيله النادي الاهلي، لكن عادي تعدي تعدي، المهم الحفاظ على التركيز، وانه مثل هذه الاخطاء نتداركها، المهم نحافظ على التركيز. العالمي زينه على الارسال، توجه ناتاليا، استقبال شروق، الضرب صار امين، كوره العالمي انقاذ هنا، محاوله للضرب، كوره في حائط الصد والى خارج الملعب. آية النادي تستخدم حائط الصد لصالحها في هذه المرة وياخدوا الكسر من جديد. الحناوي فريدة تاخد دورها بدلا من سارة أمين في هذه اللحظات.
اول حاجه هتتعمل ان هيتوجه عليها الارسال دلوقتي من زين العالمي ما بينها وما بين ندى وليد، لكن هيتوجه عليها الارسال، اتوجه عليها زي ما قلت. شروق، ايه، صاروخ، ديفنس موجود من جانب مريم مصطفى، العالمي تضرب، ايه، تتجاب من ناتاليا، محاولة تعديها حلوة بزقة، رجليها عدت. فريدة الحناوي ما اتحكمتش، لو بس في ملي من كعب رجليها على الخط وما عداش كل رجليها لملعب نادي الصيد تبقى النقطة سليمة وتمشي والرالي يمشي، لكن رجليها كلها عدت. طب لو عدت بجسمها كله إلا رجليها يبقى النقطة سليمة، رجليها بس اللي ما تعديش كلها. وأعتقد إن رجليها كلها عدت واصطادتها الكابتن مشيرة مفتاح. إرسال بره، إذا 23 الصيد 21 النادي الأهلي. شوط أعصاب. مي غزال على الإرسال في هذه اللحظات. هتوجه فلوتر مع جنب. توجه مريم مصطفى، سبب بصعوبة تعدي في المتناول، مريم. واو، ضرب هنا من جانب فريدة الحناوي، لكن العالمي تعيدها ومن ثلاثة تخلص في هذه المرة. ندى مورجان 24-21، فرق ثلاث نقاط بالاخطاء السهله والساذجه والتكتيك اللي ما كانش بفعاليه من لعبات النادي الاهلي، وبعض اللعبات مش في حالتهن ما بعد الفوز بالشوط الاول والثاني. على الارسال امامنا سنتر الصيد ندى مورجان، توجه ناتاليا، شروق اعداد، واو، صاروخ، الاعداد الدبل الخلفي، تتحول من اوسط الشبكه لجهه الاوبوزيت مع تاخيره الاوبوزيت علشان تضرب مريم متولي مع هذا الاعداد الخلفي مش قصير، لكن خلفي بيكون الدبل اللي هو بتحكمها مع تغييرة الوضعية اللي بتخلي الحائط الصد والديفنس ما يقراش اتجاهات الضرب لمريم متولي. كورة ضرب حائط الصد، تتلم لسه هتعدي سهلة، كورة جوه الملعب لنادي الصيد، ضربتها علشان تعديها لكن راحت في ملعب الصيد وخلت المباراة مشتعلة على أرض الملعب. شروق محمد فؤاد بصير النادي الاهلي هنا امامنا، المايسترو في انقاذ، لكن قدرت انها تجيب نقطة مهمة للنادي الاهلي. 23 الاهلي 24 الصيد، والعين على البلوك دلوقتي، العين على البلوك. خلصوا الشوط، ضرب من ثلاثة في هذه المرة وخلصوا الشوط. اذا شوط رابع 25-23 للنادي الصيد بعد شوط اول اهلاوي، شوط ثاني اهلاوي، شوط ثالث للصيد وشوط رابع للصيد. اذا قرعة جديدة وننتظر شوط خامس على ارض الملعب، فاصل وحاسم في هذه المباراه. اجريت القرعه وخلاص ننتظر شوط الحسم في هذه اللحظات. 25-22 شوط اول اهلاوي، 25-18 شوط ثاني اهلاوي، 25-20 شوط ثالث للصيد، و 25-23 شوط رابع للصيد. مباراه كلها باستثناء الشوط الثاني كان كلها قريبه من بعضها، يعني فيها تحدي، فيها شغل، فيها تكتيك، فيها منافسه حقيقيه وكره طايره من اللي هي، لكن ننتظر تقليل معدل الاخطاء لانه معدل الاخطاء الاهلاوي بيدي فرص اكبر لنادي الصيد. الحفاظ على التركيز، نرفع من معدل التركيز، نقدر ان احنا نقدم مستوى استثنائي وخيالي وكالعاده من بنات النادي الاهلي واللي عودونا عليه، وباذن الله الافضليه اهلاويه في هذا الشوط. كرة الضغط بتاعها مش عالي او مش منفوخة، يعني مش شكل السليم، ومن ثم عايزين تبديل للكرة في هذه اللحظات، والكابتن مشيرة مفتاح بتاخد السبستيتيوشنز او باقي لعبات نادي الصيد بعيد شوية، ما يكونوش مقربين من الملعب. نفس الكلام بالنسبة للعبات النادي الاهلي وندى وليد مع شروق ومريم وما وسارة امين وناتاليا فرنانديز وآية حمدي الشامي، ده بالنسبه للاعبات النادي الاهلي اللي موجودات على ارض الملعب. على جانب الاخر مريم مصطفى والعالمي وليلى عماد هي اللي هتبدا على الارسال وايا النادي، وهنا استقبال الكره الاولى مع الاعداد والسريع السريع. قلنا التكتيك اللي لازم ينتهج، لازم استغلال مي غزال وتحديدا مريم متولي، من سريع هنقدر نكسب نقاط كتير جدا، حتى هم مع البلوك ما بيقدروش يقاوموا الضربات المؤثرة مع خبرة وميلان الايد واستخدام حائط الصد لصالحها مريم متولي. كورة حائط صد، يعني كرة الكورة تتلم، آية، شروق اعداد،
سارة تضرب الكروس لكن في العمق موجودة العالمي. هنا محاولة للإسقاط تتلم اتأخرت بتاعت ناتاليا فرنانديز لكن اتأخرت في القراءة. إسقاط بنقطة أولى. إذا تعديل تقفيل للشوط الخامس على أرض الملعب. الشوط الفاصل والحاسم للمباراة وننتظرها أهلاوية. أي النادي على الإرسال. هتوجه فلوتر سبال سارة إعداد النقطة أهلاوية. النقطة أهلاوية. تخليص جديد لصالح النادي الأهلي. إذن الأفضلية 2-1. الحفاظ على التركيز وتقليل الأخطاء. سارة استقبال العالمي. إعداد ليلى عماد. محاولة إسقاط تتلم. ناتاليا هتتعدي سهلة. شانس بول العالمي. عماد ضرب هنا من هنا لبكرة. فين من بدري؟ فين من بدري؟ ولا اجمل البرج الاهلاوي. مريم متولي تحط حائط صد باتقان وتقنيه عاليه. سنجل بلوك لكن معمول زي ما الكتاب بيقول. البرج مفيش حاجه هتعدي النهارده شعارها وفي هذا الشوط بالذات لانه شوط الا اخطاء. شوط الا اخطاء. 3-1. خدنا الكسر لازم نبني عليه. لازم نركب وما ننزلش. استقبال بصعوبه. أي إعداد محاولة ضرب حائط صد. كرة أهلاوية 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 على أرض الملعب مع حائط صد ولمرة جديدة. وهياخد التايم أوت. لازم ياخد تايم أوت وإلا هتفرط من بين إيدين لاعبته. الكابتن أحمد فتحي ونادي الصيد على أرض الملعب. 4-1 أفضلية أهلاوية ولسه الشوط على أرض الملعب. ما ناخدش الثقة بزيادة ونلعب مع التركيز مع التركيز. ماري مصطفى سقبال ليلى عماد إعداد محاولة هنا لمستها مش بتاعتها وتعتذر بالتاكيد. امامنا هنا كانت ناتاليا فرنانديز المحترفه في التشكيله الاهلاويه اللاعبه البرازيليه. 4-2 افضليه مع الكسر للنادي الاهلي على ارض الملعب. على الارسال داليا المرشدي في هذه اللحظات. سنتر نادي الصيد لاعب الثلاثه في التشكيله للصيد. ندى وليد استقبال المميز. اعداد شروق الضرب. ايا حمدي حائط صد. فرصه جديده. ناتاليا الصاروخ المطرقة اللي في وقتها اللي توجع بيها دفاع وملعب نادي الصيد. والنقطة أهلاوية. المحترفة البرازيلية تصحح من خطأها وتضرب وتظهر وتبان عليها الأمان بمطرقة تعمل الباك سوينج المرجحة الخلفية مع التوقيت وتاخد الكرة بإتقان في توقيت الضرب الموزون علشان تخلص حتى لو في حائط صد تستخدمه لصالحها. 5-2 أفضلية لنادي الأهلي. كرة ليلى عماد إعداد في المتناول. دي الكرة جوه قال لك جوه واعتقد كان فيها لمس كمان لحائط الصد ولمست السايد لاين او الخط الجانبي لملعب نادي الاهلي. اذا نقطه ثالثه مع كوره بتخليصها لنادي صيد في هذه اللحظات. 5-3 الافضليه اهلاويه. هدير يسري لاعبه الاوبوزيت لاعبه اثنين في تشكيله نادي الصيد. توجه ساره امين تستقبل. شروق اعداد ناتاليا صاروخ جديد صاروخ جديد ولا اجمل. ما هو لازم تفوق دلوقتي. ما هو جايه من البرازيل علشان تخدم على الاداء الهجومي الفعال للنادي الاهلي دلوقتي كلاعبه اربعه سواء في استقبال الكره الاولى او في الضرب او في الديفنس او في كل حاجه واي حاجه. مايا ممدوح هتاخد دورها على ارض الملعب في الاوبوزيت بدلا من اي حمدي الشامي. تغيير اعتقد في محلها دلوقتي. كلام ما بين كابتن منى مكاوي والكابتن واللاعبه زينه العالمي واحمد فتحي المدير الفني لنادي الصيد. بيتكلم بطريقه يعني متنرفز بطريقه كبيره جدا. 6-3 وخد انذار وبيتكلم بطريقه يعني ايه نرفزت الكابتن مشيرة مفتاح بشكل كبير الحقيقه. عموما تعدي النرفزة دي ممكن تكلف نادي الصيد انه ينتقل النرفزة للاعبات ومن ثم قلة التركيز وتدي فرصة للنادي الاهلي ولازم يستغل النادي الاهلي دلوقتي ويلتهم الاهلي الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش. يعني في الرجال نقول غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش بتقع بعض الماتشات لكن على مستوى السيدات فعلا اللي واجهه ما نجحش في الدوري 22 من 22 في المباريات وفي الكاس بدون اي فقدان ولو لشوط حتى ومن ثم الاهلي بيلتهم والنهارده هيلتهم. 7-3 بفارق الاربع نقاط. الافضليه اهلاويه على ارض الملعب ببلوك معمول زي ما الكتاب بيقول
ويجبر في هذه اللحظات احمد فتحي على تايم اوت الاول الحر المحق ليه في احداث الشوط الخامس والاخير من المباراه. وسيره البلوك تيجي سيره زي ما قلنا انجي شامي اللي موجوده في الاستوديو التحليلي النهارده، وكانت لعبة من البلوكرز التقال قوي على مستوى منتخبنا الوطني نادي الشمس ثم نادي الاهلي. حالة حال ايه صفقه من الصفقات الرابحه، حالة حال ساره امين صفقه من الصفقات الرابحه من الشمس للاهلي. كوره تجاب لكن ما رفعتهاش في محاوله الديفنس المنخفض في الاسقاطه اللي كانت موجوده مايا ممدوح وتعدي 7-4 الافضليه الاهليه بفرق 3 نقاط، يتفوق الاهلي على ارض الملعب. تغييره طالما آية هي اللي بدأت الشوط ونزلت مكانها مايا ممدوح، مايا لما تيجي تطلع تنزل مكانها آية، ما تنزلش مكانها أي لعيبة أخرى على أرض الملعب. من الست تغييرات المتاحين لكل فريق في كل شوط على أرض الملعب باستثناء التغييرة الحرة. بنفهم الناس بالراحة علشان يحبوا الكرة الطايرة. سارة استقبال شروق أعداد، سارة صاروخ لكن هتصد هذه المرة سنجل بلوك لكن فعال من سنتر نادي الصيد لاعب الثلاثة المتألقة في هذه المباراة الحقيقة ندى مورجان. واللي عملوه او اللي عملوا بنات نادي الصيد في نادي الزمالك في ملعب نادي الزمالك يخلينا النهارده نهتم بهذه المباراه. يتفوقوا على نادي الزمالك ثالث كاس مصر ما قبل هذه المباراه على حساب سبورتنج 3 لا شيء في 100 عقبه. لا حاله، لا حاله، نادي الصيد حاله واللي طالع له من تحت كمان حاله لانه عنده قطاع ناشئين تقيل قوي تقيل قوي. كوره هتصد والنقطه اهلاويه لكن النادي الاهلي اتقل. النادي الاهلي الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش، تطير وتقفل بالبلوك علشان تسهل حاجات كتير للنادي الاهلي مي غزال في وجودها كسنتر على ارض الملعب. 8-5 بفرق 3 نقاط افضليه اهلاويه ومع النقطه رقم 8 تبديل للاماكن على ارض الملعب فيما بين الفريقين بدون لا فيرست ولا سكند تكنيكال تايم اوت في هذا الشوط الحاسم الشوط الخامس من المباراه. الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. والنقطه رقم 15 هي كلمه السر في هذا الشوط بفرق نقطتين بفرق الكسر. طب وصلنا 14-14 نكمل لغايه ما نوصل ان شاء الله 200-198 نكمل لبكره. المهم فريق يكسر الثاني في عدد النقاط ما بعد الوصول لنقطه رقم 14 بفرق نقطتين. ماشي. ناتاليا فرنانديز البرازيليه توجه استقبال بصعوبه ماري مصطفى اعداد بجر لا العماده ضرب كروس لكن ديفنس رائع ندى وليد بايد حديد وهنا عملنا محاوله للانقاذ لكن بلوك من جديد للاعيبه المتالقه في هذه المباراه. لعيبة الثلاثة المتألقة في هذه المباراة. ندى مرجان دولية تقيلة عندها خبرات رغم انها صغيرة السن ولكن كبيرة القيمة في تشكيلة نادي الصيد. 6-0 8 الأهلي والأفضلية أهلاوية وننتظرها حتى النهاية بإذن الله في هذا الشوط. إرسال أمامنا مع تغيير رنا عبد الحليم كابتن وقائد الصيد. توجه ناتاليا استقبال شروق اعداد ايه الاعداد وكانت متاخره تعدي سهله من السنتر يخلصوا. دلوقتي احنا عندنا مشكلتنا من السريع بتاعهم اي لعب سريع من عندهم هم بيعرفوا يخلصوا سواء كان ندى مرجان لعيب الثلاثه او لاعبتا ثلاثه في التشكيله الاهلاويه في تشكيله الصيد ندى مرجان او اللي خلصت النقطه الاخيره داليا المرشدي. تايم اوت في وقته من جانب الكابتن حمدي الصافي في هذه اللحظات. 8-7 الافضليه اهلاويه والنقطه الاخيره كانت لنادي الصيد على ارض الملعب. 3-0 دور اول في الدوري النادي الاهلي على حساب الصيد بالصيد بملعبه ثم 3-1 في اخر جولات الدوري الاهلي تفوق في الجزيره بصاله الامير عبد الله الفيصل 3-1. الصيد قبل ما يواجه الاهلي النهارده في النهائي كان تفوق على سموحه 3-2 في دور ال 16 الدور الاول الرئيسي في منافسات كاس مصر للسيدات ثم على الشمس 3-0 ثم على الزمالك 3-0 لكن الاهلي تفوق على الطيران 3-0 ثم انسحب من قدامه اكتوبر او اصحاب الجهاد اللي كان منهم هيواجه واحد فيهم في الدور الثمانيه. هنا ايس موجود الوقفه والقراءات والسكاوتنج اللي جاي من بره من جانب رنا عبد الحليم اللي بتوجه صح في قلب الملعب الاهلاوي ومن ثم وقفتها كانت متاخره. ندى وليد تاتي بايس وتعدل النتيجه على ارض الملعب لنادي الصيد. رنا عبد الحليم كمان مره ارسال ما يعديش النقطه اهلاويه وجمهور الاهلي بدا يتفاعل لانه حس بالخطر لانه الشوطين الماضيين او تحديدا الثالث والرابع كان الاهلي عنده فرصه انه يركب ويخلص ولكن في النقاط الهامه والحاسمه ما كانش عنده تركيز.
لازم دلوقتي يرفعوا من معدل التركيز ويقللوا من الاخطاء، لان الشوط ده بيجري. اللي يوصل لنقطه رقم 15 الاول بفرق نقطتين، مي غزال استقبال العالمي، اعداد ليلى عماد، ضرب حائط صد والى داخل الملعب، تستخدم حائط الصد المشروخ لصالحها الحقيقه ايا النادي. لازم التقفيل بشكل افضل، الايد من بره لجوه، وتقفيل يكون فيه اتقان، ما يكونش فيه فجوات من حائط الصد. استقبال ندى وليد، السريع السريع هو الحل، هو الحل، واتعمل التكتيك بالسريع وفي وقته ما بين استقبال الكره الاولى من ندى وليد والاعداد الموزون من شروق فؤاد والتخليص من مريم متولي، اللي لو جالها العديد من الكرات من السريع ممكن تخلص. زي ما احنا عندنا نقطه ضعف من السريع من عند نادي الصيد، هم عندهم نقطه ضعف وممكن النادي الاهلي يستغلها مع اللعب من ثلاثه. شروق استقبال مريم مصطفى، اعداد ليلى عماد، صوابع المره دي تحكمها اكتر، تحكمها اكتر، وهي بترفع بجر وصوابع باتقان الحقيقه النهارده من افضل مبارياتها، سواء كان في ريجولار سيزون بالنسبه للدوري مرحله التتويج او كاس مصر. ليلى عماد حاله ما اتغيرتش النهارده على ارض الملعب كبصير في التشكيله للصيد. تخليص من جانب اي النادي علشان تحط النقطه رقم 10 وتعدل وتقفل الشوط على ارض الملعب النادي. استقبال ناتاليا، شروق اعداد، ايه واو صاروخ، لكن ديفنس رائع من لاعبات نادي الصيد. العالمي ترفعها، ديفنس ولا اجمل، ندى وليد، اعداد ناتاليا تضرب حائط صد يقل من كره الكوره مره ثانيه، اعداد من السريع، حذاري حذاري، تتلم تتلم، هتعديها سهله، ايه حمدي، مريم مصطفى، ليلى عماد، الضرب جوه الملعب. وقلنا نقاط الترانزيشن الانتقالي، نقاط اللي فيها تحدي ورالي، اللي فيها تحول ما بين الدفاع والهجوم، لما بيكسبها نادي الصيد بتدي له ثقه، بتدي له ثقل على ارض الملعب، وممكن يكون بعدها تايم اوت، لكن الكابتن حمدي صافي تقيل على تايم اوت علشان يهدي لعباته. 11 صيد 10 الاهلي، وحش قوي الاعداد، وحش قوي الاعداد. كوره ضرب، لكن ديفنس شروق اوت اوف سيستم، لكن تقدر تخلصها، تقدر تخلصها لانها عندها الخبره، ساره امين عندها الخبره، تعرف تتعامل، كرة صعبة ومش مرفوعة من البصير، لكن تعرف تتعامل، ومزنوقة كمان على الشبكة، مش بره الشبكة بمتر واكتر، فعلشان تريحها لازم تكون بره الشبكة، لكن قدرت تستخدم حائط الصد لصالحها في التوقيت. 11-11 تعديل تقفيل للشوط. سارة أمين استقبال العالمي بصعوبة، أعداد بإيد واحدة لكن تجيبها، شروق أوت أوف سيستم، لكن آية 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 مطرقة تتجاب، ليلى عماد، أعداد، العالمي تعديها سهلة، آية، شروق في السيستم هتخلصها، ناتاليا صاروخ، لا يا ناتاليا، كان لازم كان لازم تلعب على التاتش بلوك، ما تلعبش ستريت، ما تلعبش في المواجهه، ما تلعبش بالشكل ده بالضرب المحروق. ناتاليا فرنانديز البرازيليه كان تلعب او لازم تلعب الكره اللي هي تضرب او توجه ريسك اليد، انها كره تاخد اللولبه بعد ما تضرب في حائط الصد لبره لبره، دي الحلول اللي بتبقى عند الضريب اللي لازم يكون لعيب، لكن ما قدرتش وما اتحكمتش. تغيير على مستوى النادي الاهلي وتغيير على مستوى نادي الصيد، اتاخرت في تغيير نادي الصيد، هترجع تاني مش هتكمل التغييره، لكن تغيير النادي الاهلي، نزول لسهيله وفيق، رمانة الميزان البصير الموزع معد النادي الاهلي، وخروج لشروق فؤاد في هذه اللحظات. على الارسال داليا المرشدي، لاعب الثلاثه في تشكيله نادي الصيد في هذه اللحظات. 12 الصيد 11 الاهلي. استقبال سارة، سهيلة، أعداد، آية، صاروخ صاروخ، شغلتها سهيلة، ولما تشتغل آية المكنة على طول تطلع مطارق توجع ملعب نادي الصيد من الأوبوزيت، من مكانها اللي بيريحها، تضرب زاوية أو خط، عندها كل الحلول لأنها الحل في تشكيلة النادي الأهلي. 12-12 على بعد ثلاث نقاط هنا وهناك، الأكثر تركيزا الأقل أخطاء، مين يتحكم، مين يخلص، مين يشيل اللقب بالكاس والذهب، وننتظره في الجزيره ان شاء الله النهارده. جمهور كبير بيتابع في كل مكان كان، هناك في اهل الجزيره والشاشه الكبيره والكل بيسمعنا هناك، والجمهور الحاضر اللي بينتظر لقب جديد في حضور الكابتن محمود الخطيب هنا في صاله شرقيه للدخان، وايضا في اهل مدينه نصر وفي اهل زايد وفي كل بيوت مصر. المباراه من اولى وعلى شاشه الاهلي اللي بيحاول يظهر الانجازات بالتاكيد مع فتيات الذهب، فتيات النادي الاهلي. مريم متولي مش في وقته، مش في وقته،
ارسال بره عادي، تعدي تحافظ على التركيز تقلل من الاخطاء، ما تشغلش بالها بهذا الخطا، تركز فيما هو قادم. اي بطل، اي نجم كبير، اي لاعب تقيل تكلمه يقول لك في لعبه فرديه او جماعيه يقول لك خلاص خطا. ده حتى ايه ده في البلوك ستارت بتاع مايكل جونسون لما كان بطل العالم وعنده الارقام العالميه في ال 200 متر و 400 متر عدو للرجال، لما اتكلمت معاه يقول لي حتى لو راحت مني الخطوه الاولى في البلوك، والبلوك مؤثر في النقله بتاعت الانطلاقه بتاعت اي سباق من سباقات السرعه اللي هي ال 100 متر وال 200 متر وال 400 متر في العاب القوه، كان يقول لي فكر في الخطوه اللي بعدها علشان عايز المركز الاول، ماليش دعوه باللي فاتت، ماليش دعوه باللي وقعت، افكر في اللي بعده وده الاهم. على نفس الوزن النجوم بقى الكبار، يوسين بولت في العاب القوى الاسرع في تاريخ البشريه، ولا روجر فيدرر في عالم التنس اللي انسحب من رولان جاروس بعد الفوز في الدور الثالث، ولا سيرينا ويليامز اللي خرجت من الدور الثالث في رولان جاروس في عالم التنس، ولا مين، ولا حتى لويس هاملتون في عالم الفورمولا 1. من الناس كده لما انا اتكلمت معاهم اكتسبت منهم الخبرات والقدرات الذهنيه قبل البدنيه والفنيه، لانه الذهن طالما عالي تقدر تحقق كل شيء، بس تصدق وتعمل على هذا الحلم ان انت تقدر تحقق. كرة صاروخ، اهلاويه اهلاويه اهلاويه، ناتاليا فرنانديز تحط المطرقه اللي من خلالها ما تحكمش ديفنس نادي الصيد، ومن ثم قوه الضربه تروح بالكوره بره والنقطه 13 للنادي الاهلي. تعديل تقفيل للشوط على ارض الملعب. ايه حمدي على الارسال، نقطتين نقطتين يا بنات الاهلي. الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش اول مره في هذا الموسم 2020-2021 يفقد شوطين في شوط. حلوه اهلاويه اهلاويه، ناتاليا اسقاطها وحشه قوي قوي قوي. كوره ليلى عماد، محاوله للضرب، ساره امين ولا اجمل، فرصه جديده ناتاليا، صاروخ اهلاوي، لسه كوره بره، لا لسه جوه، سهيله ناتاليا بره، ناتاليا يا ناتاليا. الأخطاء السهلة والساذجة دي مش في محلها بالمرة. طب ينزل نهلة. ماشي تعدي 14 صيد 13 النادي الأهلي في هذه اللحظة. نقطة الشوط والمباراة واللقب بين أيدي لاعبات نادي الصيد. لازم استقبال كرة أولى مميز. لازم استقبال كرة أولى مميز. العالمي تأمن استقبال كرة أولى. ندى إعداد آية صاروخ، كرة أهلاوية، كرة أهلاوية من الأوبوز، تخلص مطرقة في وقتها تعدل النتيجة على أرض الملعب. قلق 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 على أرض الملعب، ولاعبات نادي الأهلي مش مصدقين إحنا وصلنا لكده إزاي وإمتى وفين. سألوا على الدوران وجات ناتاليا فرنانديز على الارسال 14 14، لازم الارسال يكون متامن ورايح هجومي بفلوتر صح. توجه مريم مصطفى استقبال اعداد، حاطه صد حاطه صد حاطه صد، كوره اهلاويه اهلاويه اهلاويه، ساره 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 امين معاها كل الامان، حاطه صد يقل من قوه الكوره، وساره امين تجي لها اوت اوف سيستم لكن بتعرف تخلص، تضرب الزاويه وما ترحمش وتوجع ملعب نادي الصيد وتحط نقطة 15 للنادي الأهلي. إذن تلف الأمور وتأتي نقطة الشوط والمباراة واللقب بالكاس والذهب بين أيدي لاعبات نادي الأهلي. دلوقتي تغييرة في محلها، طلع ناتاليا فرنانديز قبل الإرسال ونزل نرمين المنشاوي مع الإرسال والديفنس، ومحتاجين بلوك 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 بلوك. ارسال استقبال مريم مصطفى بصعوبه، فرصه فرصه فرصه، كره جوه كره جوه، دور الديفنس لانه البلوك مقفل الخط. مي غزال وسهيله وفيق مقفلين الخط، ومن ثم العين على الديفنس وقوس الدفاع اللي موجود ما بين خمسه وسته ولاعيبه اربعه اللي بتبقى موجوده يضموا على بعض علشان يعملوا التغطيه في لعب الكروس من امام اي نادي. لكن تعدي 15 15 على الارسال. ندى مرجان استقبال الكره الاولى، ندى وليد، سهيله، ساره، صاروخ جديد لكن تلمها هدير يسري، اعداد بلوك، اوه اهلاويه اهلاويه، بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول، المره دي ضربت خط ومعاها اثنين بثنائي اهلاوي مرعب موجود على ارض الملعب
يقفل مسمار، مسمار تقوده سهيلة وفيق علشان تخلص النقطة رقم 16 للنادي الأهلي. يقول لك الشوط الخامس من 15، ووضحناها وقلنا إنه الشوط الخامس من 15 بس لازم الكسر بفارق نقطتين. يعني من دلوقتي عارفين ضربات الجزاء في عالم كرة القدم ما بعد أول خمس ضربات لو متعادلين ضربة أو ضربة هي كده، عارفين النقطة السابعة ما بعدها في التعادل في التاي بريك في شوط كسر التعادل في عالم التنس هي كده نقطة الشوط، نقطة البطولة، نقطة البطولة. الكفر، الكفر بتاع سارة أمين متأخر شوية خلف حائط الصد، الديفنس المنخفض ما كانش عالي أو التغطية خلف حائط الصد، فالبليس كان مثالي الحقيقة من لاعبة نادي الصين. تعدل 16-16. إرسال سيبال سارة أمين، سهيلة في السيستم، سارة تضرب في العمق، مريم مصطفى تلمها، كورة حائط الصد، حائط الصد إلى خارج الملعب. تستخدم حائط الصد كانت أعلى منه وقدرت إنها تضرب بشكل في إتقان في هذه المرة آية النادي. 17 الصيد، 16 النادي الأهلي، ولسه المباراة على أرض الملعب بإذن الله بإذن الله. بس نتحكم في الكرة الأولى، الكرة الأولى سارة أمين، سهيلة وفي ناتاليا تضرب جوه جوه جوه، النقطة أهلاوية، النقطة أهلاوية قريبة بس أهلاوية، واعتراض من الجهاز الفني ولاعبات النادي الأهلي، لكن ثنائي حكمي الخط في هذه الجهة اللي عليهم الكلام الكتير، كل الحالات ناحيتهم، كل الحالات ناحية ملعب نادي الصيد في هذه المباراة، حتى لما كان الأهلي هو اللي بيلعب في الجهة دي، الجهة الشمال يعني من اللي أنتم شايفينه، شمال ملعب المباراة، الناحية الشمال المقصورة، يعني إنه محمد بدوي ومحمد نبيل هم بيقولوا إن هو رفع بره وبعدين قال جوه، الاتنين من أول وهلة قالوا جوه، وكمان كمان كمان هيبقى في نقطة للنادي الاهلي. الكوره كانت جوه، الكوره كانت جوه، والقرار سيادي ولا رجعت فيه، الاعتراض بالشكل غير اللائق يكلف الصيد، يكلف الصيد، قله التركيز واللاعبات تتنرفز وانذارات ممكن تكلفهم فقدان نقاط ومن ثم الامور تسوء على ارض الملعب. لكن اللي يهمنا فرقتنا، اللي يهمنا النادي الاهلي. 17-17 الارسال سهيله وفيق، ارسالاتها متقنه، ارسالاتها حلوه، مريم مصطفى مزقوقه لورا تترفع، كرة دي في المتناول تجيبها تعديها، شانس بول الصيد، كرة تضرب حصاد يقل من قوتها، ناتاليا سهيله ايه صاروخ لكن تتلم من ليلى عماد، كرة اوت اوف سيستم دي هتعدي، هتعدي في متناول النادي الاهلي، في متناول ديفنس منخفض رائع، سهيله وفيق ايه الشامي صاروخ، المطرقه اللي في وقتها اللي توجع ملعب الصيد، اهلاويه تشتغل تشغل هجوم النادي الاهلي العملاق الاهلاوي جبل العضلات، تحط المطرقه اللي في وقتها ايه حمدي الشامي. 18 الاهلي 17 الصيد، والارسال مهم قوي، ارسال سهيله وفيق عندها ارسالات متقنه، متقنه فلوتر بس هجومي بتوجه صح، السكاوتنج بتاعها عالي، كوره مريم مصطفى السابل ضعيف، كوره هنا امامنا هتعدي سهله، هتعدي سهله للاهلي، للاهلي للاهلي للاهلي، وآية تضرب ولكن لسه الكورة في المتناول، هتعدي مرة تانية سهلة تجاب سارة أمين، سهيلة في السيستم تخلص، الكورة أهلاوية والبطولة أهلاوية 19-17. إذا مبروك للنادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي الكبير وحمدي صافي وبنات النادي الأهلي، اللقب بالكاس والذهب تعبونا ورحنا وجينا وتعبنا في ضغط كبير ذهني وعالي قوي في هذه المباراه، لكن قدرنا ان احنا نفوز لانه دايما الكبير بيشيل التقيل، واللقب بالكاس والذهب اهلاوي على ارض ملعب. مبروك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم، انا شخصيا كمحمد عفيفي فخور ان اعلق على هذا الجيل من بنات النادي الاهلي، بنات الذهب اللي بيكملوا مسيره ويزودوا عدد الالقاب والارقام. مبروك كابتن هيثم السعيد، مبروك كابتن انجي الشامي، مبروك كابتن ندى ايمن، فوز كبير، فوز تاريخي، ونترككم مع هذه الصوره الجميله واحتفالات لاعبات النادي الاهلي. شكرا لكم، تحياتي محمد عفيفي، بعد الفاصل مع الكابتن هيثم السعيد ونجمات الاستوديو التحليلي، ومعاكم باذن الله مع مظاهر التتويج، الى اللقاء.